بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الافضل. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا بيبقى فيه مجموعه من الاخبار، والحقيقه النهارده ما عندنا مجموعه يعني كبيره من الاخبار اللي حصلت خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا في الالعاب الاخرى. النص الثاني من حلقتنا معانا ضيوف يعني ليهم علاقه او بلعبه الووتر بولو. الووتر بولو دايما احنا هنا بالووتر بولو في النادي الاهلي. الووتر بولو في النادي الاهلي دايما احنا بنديها اهتمام كبير جدا عندنا في البرنامج. اولا بي 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 بيتم فيها بذل مجهود كبير جدا. احنا من حوالي 4-5 سنين كنا بعدنا، احنا لينا تاريخ طويل في هذه اللعبه. ومن حوالي 4-5 سنين كنا بدانا نبني فرقه سواء على المستوى الاول الفريق الاول او على مستوى الناشئين والشباب. كابتن وليد عزت تولى المسؤوليه وبدا يفكر هو كابتن وليد عزت وكل المسؤولين عن العاب الماء، فكروا ازاي يبنوا جيل قوي وعملوا اجيال في الووتر بول. كان بدايه الموسم كان الفريق الاول فاز ببطوله كاس مصر واستضفناهم واتكلمنا عن حجم الجهد المبذول، خاصه ان الووتر بول لعبه عنيفه جدا وعايزه عدد ساعات تدريب طويله. اتحاد السباحه عمل السنه دي، مش كل سنه كان بيعملها ولكن السنه دي عملها، عمل كاس مصر تحت 23 سنه. ليه مهم تحت 23 سنه؟ لان السن ده بيكون خلاص هو بيلعب مع الدرجه الاولى، فعايز يديهم يعني فرصه اللي تصعدوا واللي ما تصعدوش يلعبوا بطوله. ده فكر الاتحاد، يعني هو اضرب بفنيات لعبته. الحمد لله البطوله دي اتلعبت وبفضل الله النادي الاهلي فاز بيها. هيكون معانا 2 من نجوم الفريق ان شاء الله هيكونوا معانا بعد الفاصل. هيكون معانا كريم محمد وهيكون معانا علي عماد الدين، هيكونوا معانا بعد الفاصل هنتكلم معاهم وهنتكلم عن فوزهم ومشوار البطوله، خاصه ان في القاب فرديه تم اخذها في والنادي الاهلي لعبته اخذوا القاب فرديه. فاللي مهتم جدا واللي حابب يعرف كتير عن الووتر بولو بعد الفاصل في وسط الحلقه هيكون ان شاء الله معانا هؤلاء الابطال عشان نتكلم معاهم في كل شيء. هنروح لاخبارنا، بس في الاول ما ينفعش ابدا نتجاوز مباراه امبارح. الحقيقه مباراه كره القدم مع فلامينجو اللي اتلعبت امبارح في على المركز الثالث والرابع في كاس العالم. هنتكلم عن الدروس المستفاده. خلينا نتكلم عن حاجه، ودي طبعا دي صور من المباراه، ومش هتكلم عن فنيات لان طبعا زي ما تعودنا الفنيات الكباتن الكبار يعني مصر الكبار في القناه اتكلموا في كل فنيات صغيره وكبيره، فخلاص الفنيات تمام. انا هتكلم عن دروس كبيره جدا مستفاده ل يعني الفريق وللنادي بشكل عام. اول حاجه انت كنت محتاج تقيس نفسك. كنت محتاج بطوله فيها هذا الكم من اللاعبين والفرق الكبيره، محتاج تقيس نفسك ومحتاج تشوف انت فين، ومفيش بطوله احسن ولا اكبر ولا اشرس من دي تقيس نفسك فيها. خليني اقول لكم ان انت في افريقيا احنا الحمد لله رب العالمين اكتر فريق حاصل بطوله افريقيا، واحنا الفريق رقم واحد. حتى لو اللقب بعد عنك سنه او اتنين فانت رقم واحد في افريقيا وكل العالم يشهد بذلك. حتى في البطوله دي بالرغم ان انت مش بطل افريقيا ولكن انت وصلت. بطل افريقيا كان النادي الوداد، ولكن الوداد طلع من مباراته مع الهلال واحنا كملنا قبل النهائي، وكنا قاب قوسين او ادنى ناخد ميداليه، وكنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نوصل فاينل. وطبعا كل الكلام ده اتقال واتشرح بالتفصيل وازاي كان فنيا كنا برضو اقرب. ولكن انت كنت محتاج تقيس نفسك، محتاج تشوف انت فين. انت النهارده النادي الاهلي بيتكلم على مستوى او ليفل عالي. الحاجه الثانيه التحول الكبير اللي حصل في هذه البطوله. يمكن كنا زمان انا واحد من الجمهور كنت ببقى فرحان جدا بالميداليه البرونزيه، ولكن النهارده جمهور النادي الاهلي كله واحنا اولهم عنده طموح. ليه لا النادي الاهلي ما ياخدش بطوله العالم؟ ليه ما ياخدهاش؟ يعني يعني الزعل والغيره على فرقتك في يوم ماتش ريال مدريد ده يدل ان في تحول في فكر الجمهور وتحول فكر كل شيء. انت النهارده كنت ند مع الفرق الكبيره وانت قيمه يعني، والفرق حتى اللي انت كسبتها واللي انت خسرت منها هم قيمه التسويقيه بتاعتهم اعلى منك. اعلى منك مش عشان يعني لا، عشان هم بيلعبوا يا اما في اوروبا يا اما في قارات فيها موارد يمكن اكتر شويه من افريقيا. فانت لعبت مع فرق وكسبتها سواء سياتل ساوندرز او فريق اوكلاند سيتي الفرقتين، وتخش بعد كده على ريال مدريد وبعد كده فلامينجو. الفرق دي كلها قيمه تسويقيه عاليه،
فانت النهارده لما تبقى ند ند مع ريال مدريد اغلب فترات المباراه، ونفس الكلام مع فلامينجو، وطبعا فنيات احنا مش هنخش فيها وايه كان سبب اللي حصل ده، ولكن احنا بنتكلم على ان انت كنت ند بند وكل الناس شايفه ده، ومش هنقول احنا بعينينا، احنا هنقول بكلام الصحف العالميه بعد ماتش ريال مدريد وبعد ماتش فلامينجو ما كانش ابدا فسحه، واكبر دليل فرحه اللاعبين بعد احراز الاهداف في النادي الاهلي لاعبين الفرق الثانيه. فاللي عايز اقوله انه الاستفاده الكبيره انت قست نفسك، قست نفسك، وفي والاستفاده الثانيه انت في تحول كبير من اهدافك. البطوله الوحيده اللي بتهيألي النادي الاهلي لعب فيها وما خدهاش هي بطوله كاس العالم، وليك حق مشروع ان انت تكسب، وليك حق مشروع ان انت تفكر تاخدها، ممكن تاخدها بعد سنه، تاخدها بعد اثنين، المهم تشتغل عليها وتقيس انت فين. افريقيا احنا هنرجع عندنا ماتش مهم جدا مع الهلال بره ارضنا، اللعيبه هتوصل النهارده الساعه 11 بالليل، عندنا مباراه الهلال، ولا خلاص لو هنتكلم على فنيات بقى وهنتكلم على كلام صح، لا صوت يعلو فوق صوت الهلال. انت بتلعب فرقه قويه جدا بره ملعبك في بدايه مشوارك الافريقي، فاذا انت محتاج ان انت تركز فيها كويس جدا. صفحه واتقفلت بطوله العالم، صفحه واتقفلت بحلوها بمرها، صفحه واتقفلت. انت عندك بطوله جايه ان شاء الله يوم السبت، مهم جدا دعم الفريق، مهم جدا دعم اللاعبين معنويا ودعم اللعيبه بكل شيء عشان نقدر نحقق اللقب الافريقي ان شاء الله اللي احنا نستحقه بالشكل اللي احنا شفناه ده، بالمستوى اللي احنا لعبنا بيه ده ان شاء الله نستحقه. في بعض الامور الفنيه صدقوني اكيد المسؤولين عن الفريق وفي الاداره وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب، اكيد لو شايفين حاجه من غير ما تفكر هتلاقي في يعني شغل على كل حاجه بتنقص النادي الاهلي، ولكن المهم عندنا هي بطوله افريقيا، محتاجين نطلع من المجموعه ونتاهل بدري ان شاء الله. فمباراتنا اللي جايه مع الهلال مهمه جدا جدا، هتلعب في السودان، مهم جدا ان احنا نرجع ان شاء الله كسبانين من هناك عشان نريح نفسنا. وخلي بالكم بعد المستوى اللي قدمه النادي الاهلي هيبقى كل افريقيا هتنزل قدامك واقفه على ضوافرها زي ما بيقولوا في ليه، لانه بيلعب قدام رابع عالم وادى اداء، اوعى تفتكر ان انت بس اللي بتتفرج على الماتشات دي، لا افريقيا كلها اتفرجت عليها، كل افريقيا بكل فرقه اتفرجوا على الماتشات دي. فالنادي الاهلي النهارده هيبقى كل الفرق نازله تتفرج او نازله تلعب بتفرج عليه، وحفظت الفرقه. خلي بالكم برضو دي حته مهمه جدا، مستر كولر وهو بيقود الفرقه عنده امر مهم، صدقوني قياده فريق غير تشجيعه، وحط دي يعني معلش مهم جدا يعني نفهم ده. انا بشجع الفريق من منظور، انما اللي بيقود الفريق فنيا ده منظور تاني خالص. فانت النهارده هتلاعب فرق في افريقيا عرفوا مين شريف، وعرفوا مين كهربا، وعرفوا مين الشحات، وعرفوا مين خالد، وعرفوا مين السولية وديانج، وعرفوا كل واحد. احنا في فرق ما شفناهاش من السنه اللي فاتت، يعني الهلال اخر مره شفناه السنه اللي فاتت ما نعرفش مستواه راح فين. فانت بتلاعب فرقه النهارده اول مره تشوفها من سنه، انما النادي الاهلي هم شايفينك من يعني امبارح. فانت النهارده مستر كولر قياده فريق، انت عمال تبدل وتوفق بين اللعيبه عشان تبقى فرقه غير مقروءه، فرقه ما انتش ما يبقاش معروف مين مفتاحها. فقياده فريق فنيا غير بقى اداره الفريق كمان من وجه تاني بقى، انت بتقوده فنيا واللعيب لعيب، الاداره ليها منظور تاني. خلي بالكوا النادي الاهلي الاداره نفسها ليها منظور، ليها منظور تسويقي، ليها منظور دعم شركه الكوره كابتن عادل القيعي، كل واحد بيبص للفرقه من منظور وبيحط دوره وبيقوم بدوره. أنا كمشجع أدعم وأقف وأفرح وأزعل وأنتقد وأقول عادي، أنا مشجع، إنما كل واحد في الفرقة تجربة كأس العالم دي صدقوني يا جماعة الفاليو اللي خدناها أو القيمة اللي كسبناها من ورا كأس العالم كبيرة جدا، كبيرة جدا، وتستحق ان احنا يعني نحمد ربنا ان ربنا كتبها لنا في بدايه الموسم ان احنا نروح بطوله زي دي، لان فعلا كنا محتاجينها، وفعلا كنا محتاجين نقيس نفسنا. وزي ما كل واحد قاس نفسه اللعيبه برضو قاست نفسها، كل لعيب هو اللعيب في النادي الاهلي عايز يفضل في موجود مكانه، فهو هتلاقيه بيعاتب نفسه او بيلوم نفسه او بيطور نفسه اكتر او قبل ما اي حد يكلمه، لانه عايز يفضل ليه مكان في الفريق، فهو هيحاسب نفسه قبل اي حد ما يحاسبه. تجربة بكل المقاييس ناجحة، عايز تقيسها من أي مقياس ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة لما النادي الأهلي يروح ويبقى البراند بتاع النادي الأهلي بقى معروف في كل حتة في العالم، أفريقيا كورة الأهلي كده، أفريقيا كورة النادي الأهلي خلاص. أنت الناس على مستوى العالم كله اتحفر في دماغها كده، اللي بيجي من أفريقيا لو لقوا في يوم
افريقيا ما جاش منها النادي الاهلي هيتسالوا هو فين الاهلي، صدقني ده بيحصل، هو فين النادي الاهلي، هو ما جاش ليه؟ فهتلاقي بعد الشر ان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نروح على طول. بس انا قصدي اقول لك ان يوم ما النادي الاهلي اصبح براند، ومش كلامنا، انت بتشوف دلوقتي الماتش التالت والرابع امبارح الملعب مليان، ماتش التالت والرابع مع فلامينجو الاشقاء المغاربه مليين، وجمهور فلامينجو طبعا اللي جه، ولكن وجمهور النادي الاهلي كان موجود، بس الملعب مليان. يعني قصدي اقول لك ان الناس جايه قطعت تذكره وجايه تتفرج على النادي الاهلي وبيلعب فلامينجو. فبكل المقاييس دي تجربه ناجحه، افخر بالنادي بتاعك، افخر بيه، افخر بالانجازات والنجاحات اللي بيحققها النادي، حتى لو انت شايف ان في اخفاق، ولكن صدقني في نجاحات كبيره ورا ده. انت شايف ممكن واحد يقول لك لا ده اخفاق يا عم، انا كنت عايز اخد كاس العالم، انت شايف كده، انت من جمهور النادي الاهلي وشايف ان ده انت حقك، طموحك حقك، ولكن ما تشوف دايما النجاحات الكبيره اللي اتحققت، النجاحات اللي اكتسبها النادي الاهلي. طبعا مش عايز اتكلم على المكسب المادي كمان، النادي الاهلي هيجي له 2 مليون دولار، يعني انا بتكلم وده رسمي، انا الموضوع المادي ده موضوع مفروغ منه، انما انا بتكلم على المكاسب الكبيره اللي اكتسبها النادي الاهلي. صدقوني يا جماعه والله دي مدعاه للفخر. النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يا رب يكمل مشواره في افريقيا وناخد اللقب الافريقي السنه دي، ده عندنا هيبقى بالدنيا، هيبقى ان شاء الله يبقى موسم ناجح، والدوري بفضل الله بفضل الله حتى الان احنا اول الدوري وماشيين كويس، وان شاء الله يعني البشائر باينه باذن الله نكمل زي ما احنا ونوصل الموسم ده، يبقى ان شاء الله موسم جيد جدا للنادي الاهلي. حبيت اشارك معاكم الدروس الكبيره او الدروس اللي استفاد بها النادي الاهلي من وراء بطوله العالم او كاس العالم للانديه. نروح لاخبارنا يا جماعه. طيب خلينا نروح للاخبار وهنبتدي بكره اليد. كره اليد كان عندهم مباراه النهارده خلصت من لحظات قبل الحلقه، كانوا بيلعبوا نادي الجزيره، طبعا كابتن مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني لفريق كره اليد اللي خلاص ما بقاش جديد، هو بقاله يمكن 4 شهور متولي المسؤوليه. جزيرة مباراة كانت في دور ال 16، الحمد لله استطاع النادي الاهلي انه يفوز 39-22. كسبنا الجزيرة في دور ال 16 هيطلع في دور الثمانية، هنلاعب مين؟ هنلاعب هليوبلس بإذن الرحمن في دور الثمانية في كأس مصر، طبعا ده بطولة كأس مصر، الماتش اتلعب فين؟ في اتحاد الشرطة الرياضي، النهاردة قبل الحلقة انتهى على طول، وعشان كده النتيجة كانت يعني آخر حاجة خدناها قبل الحلقة. طيب 39-22، الماتش ده كان المفروض يتلعب يوم الاحد اللي فات، بس لجنه مسابقات اتحاد اليد برئاسه كابتن سعيد عبد المنعم ابن مدينه بورسعيد طبعا كانت شافت انها تاجله، يعني عشان تدي وقت للعيبه الاهلي الدوليين ان هم يقدروا ياخدوا راحه وقت كافي من الاستشفاء. طبعا اكيد حاجه جيده جدا، لان في الاول والاخر لعيبه المنتخبات دي قيمه للمنتخب، يعني لا قدر الله لو لعيب لعب ولا قدر الله اتصاب، دي اصابه مش للنادي الاهلي بس، لمنتخب مصر. فرقتنا لعبت ماتشين في الدور في الدوري يوم الخميس والجمعه اللي فاتوا وقدرنا نفوز فيها، فوزنا الاول على سموحه 25-23 وكان ماتش جامد ماتش صعب، وبعد كده طلائع الجيش 30-24، فالحمد لله يعني بالنتائج كده يعني تحس ان فرقتنا بتطلع. طبعا هتقول لي يا كابتن مهم جدا ماتش الزمالك، كويس حلو جدا، ولكن ان شاء الله التجربه او الجد لسه ما جاش. انا فاهم طبعا واحنا ما بنقولش حاجه، بس الماتشات دي كنا يعني ممكن تروح وتيجي معانا، ولكن دلوقتي الحمد لله انت بتكسب النهارده سموحه فرق هدفين، بتكسب طلائع الجيش فرق 6 اهداف، يعني انت الحمد لله في تحسن. المنافس التقليدي لسه ما جاش الحسم معاه في بطولات كتيره، احنا طبعا عندنا بفكر حضراتكم عندنا بطوله يعني السوبر الافريقي وراه على طول كاس الكؤوس اللي هتتعمل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان مضى وقع العقود للبطولتين هتلعبوا في صاله يعني عبد الرحمن صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومضينا العقود ودي من ضمن البطولات اللي في اجنده الفريق، فكل الجد لسه ما جاش، كل ده تجريبي، كل ده بتعلي مستوى الفرقه، وانا ان شاء الله يعني متفائل خير. انا مش عايز اسبق الحداث، بس كره اليد دايما اللعبه اللي جمهور النادي الاهلي متابعها وعايزها تبقى احسن، النادي الاهلي مديها اهتمام، مدي الملف ده اهتمام، خاصه ان مدير النشاط الرياضي هو يعني احد نجوم كره اليد كابتن خالد العوضي، فده برده اكيد بيسهل الدنيا. هنروح لكرة اليد سيدات، نفس الوضع كان الجزيرة في الرجال، السيدات برضو كانوا بيلعبوا الرجال، بيلعبوا الجزيرة امبارح بس في الدوري، الرجال كانوا بيلعبوا في الكأس، السيدات كانوا بيلعبوا في الدوري امبارح مع الجزيرة، وانتهى اللقاء بفوز 27-14. المباراة طبعا كانت بتتلعب في أهل الجزيرة أو فرع النادي الأهلي في الجزيرة، صالة عبد الرحمن عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، و يعني المباراة الحمد لله كانت ماشية بشكل جيد، 27-14 فرق 13 هدف، الشوط الأول خلص 14-10، حطينا في الشوط الثاني 13 والجزيرة حطت 4 أهداف فقط، يعني الشوط الثاني حتى اللي بيبقى دايماً عندنا فيه مشكلة كان الأداء أحسن.
فرقتنا دلوقتي في المركز الاول في الدور الثاني. طبعا الفرقه بقياده الكابتن محمد عادل زولا. المركز الاول برصيد 18 نقطه في الماتشات اللي فاتت، كانت الطيران، المعادي، الزمالك، الشمس، سبورتنج، الجزيره. احنا الاول حتى الان بدون ولا هزيمه، 18 نقطه. طبعا الماتش اللي جاي عندنا سموحه ماتش قوي جدا يوم الجمعه اللي جاي. طيب بعد ما نلعب احنا الست فرق هيحصل ايه؟ هياخدوا الاربع فرق، هياخدوا اربع فرق من السته يلعبوا دوره مجمعه واحده يحددوا البطل. ده الدور الاول. احنا كل ده الست فرق بيلعبوا دورين رايح جاي، هم 8 انا اسف. طيب اللي جاي السابع، احنا 8 فرق، هياخدوا منهم كام؟ هياخدوا 8، هياخدوا 4، 8 فرق هياخدوا 4. الاربعه هيطلعوا يلعبوا دوره مجمعه واحده يحددوا فيها البطل. انا بس مش عايز حضراتكم، لان كل فرع ليه نظام. السيدات هم 8 فرق دلوقتي بيلعبوا رايح جاي، وبعد كده هياخدوا الاربع فرق، هيطلعوا الاربع فرق يلعبوا ايه؟ يلعبوا السوبر او الدوري بقى النهائي، دوره مجمعه واحده يحددوا البطل. هتبقى 3 ماتشات زي كؤوس. ان شاء الله كل التوفيق لهذا الفريق. وبفكركم الفريق ده لعب بطوله الكويت الدوليه وراح الحمد لله فاز بيها للمره الاولى، ومستمر الاعداد معاهم. وطبعا انتوا عارفين طبعا ان المحترفه التونسيه اتغيرت بسنغاليه، فالفرقه نوعا ما بقت احسن كتير. منتخب كره السله نروح له، اللي بيستعد دلوقتي للويندو القادمه الاخيره لتصفيات كاس العالم، واللي هتتلعب في صاله الشاطبي، صاله الاتحاد الاسكندري بيستضيفها في الفتره من 24 لحتى 27 نوفمبر القادم. مهمه جدا هذه الويندو، مهمه جدا الماتشات دي. طب وضع منتخب مصر ايه؟ وضعه جيد وهشرحه لكم، ولكن السداسي اللي تم استدعائه من النادي الاهلي بيتمرن بشكل جيد مع المنتخب وبانتظام، وحالتهم كويسه. سيف سمير، ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، احمد اسماعيل، كريم حاتم، السته بيتمرنوا في الاول شويه بدني، ولكن هم جايين من وسط الدوري ما عندهمش مشكله، هم جاهزين. ولكن طبعا اكيد الجهاز الفني هناك روي رانا، طبعا الكوتش روي رانا دي صورته، اكيد طبعا بيحط التاتش بتاعه. الدكتور محمد جمال المسؤول اهو، لسه بجيب سيرته، كابتن محمد جمال او الدكتور محمد جمال مسؤول الاعداد البدني، اكيد هو يعني برضه ليه رؤيه بدنيه جاهز بيها الفرقه. في يعني الدنيا ماشيه كويس. طيب المنتخب وضعه ايه؟ المنتخب داخل وضعه كويس جدا الحمد لله. اللي ما تابعش المنتخب في الويندوهات اللي قبل كده او الويندوز اللي قبل كده، المنتخب جاي في المركز الثاني بعد جنوب السودان، الحصان الاسود. قول بقى الحصان الاسود 100 مره، جنوب السودان فاجئ كل القاره، بالعكس فاجئ كل العالم. جنوب السودان النهارده تأهل بدون بصرف النظر عن الويندو اللي موجوده اللي بتتلعب دلوقتي. على فكره جنوب السودان عنده لعيبه في الام بي اي، رئيس الاتحاد كان اكس ام بي اي بلاير، رئيس الاتحاد جنوب السودان. طبعا دي القائمه المبدئيه لمنتخب مصر مش النهائيه. طيب احنا داخلين في المركز الثاني بعد جنوب السودان، الثالث السنغال. طب ماتشاتنا ايه؟ كاميرون، تونس، جنوب السودان، بالترتيب كده. كاميرون، تونس، جنوب السودان. انت يكفيك مباريتين تتأهل 100%. طيب فزت بمباراة واحدة والسنغال فازت في الثلاث مباريات، السنغال هتبقى هي الثاني. طيب ايه موقف الفرق الثانية عشان تبقى انت عارف؟ كاميرون ليس لها امل في التأهل، خلاص جاية بس تشارك. تونس ليس لها امل في التأهل، جاية تشارك. السنغال ومصر هما اللي بيتنافسوا على المقعد. طب مصر سابقة السنغال بنقطة. جنوب السودان محلق منفردا، مصر فرق بينها وبين السنغال. طب لو تعادلنا احنا والسنغال، لو احنا كسبنا ماتشين والسنغال كسب الثلاثة، وده وارد، هنتعادل معاهم. بس مصر كسبت السنغال هنا فرق حاجة و20 نقطة، لما رحنا السنغال خسرنا باسكت، ففرق السكور لصالح مين؟ لصالح منتخب مصر، فمنتخب مصر يخش تاني. أول وتاني هيتأهل مباشرة لكأس العالم، وهياخدوا من المجموعة دي والمجموعة التانية اللي بتتلعب، لأن هما مجموعتين دلوقتي. ست فرقة هنا وست فرقة هنا. من 12 فرقة هياخدوا الأول وتاني هنا وأول وتاني هنا، الخامس هياخدوا أحسن تالت. أحسن تالت. وطبعا لسه بقى في مقعد كده بيتنافس عليه كل القارات، يعني غالبا افريقيا ما بتطلعش منه، ده بيبقى فرصه تانية لفرق اوروبا مش لينا، لان انت بتخش مع اوروبا بقى وامريكا اللاتينيه، بتخش مع فرق منتخبات كتيره عايز بتنافسوا كلهم على بطاقه واحده، فغالبا بتاخدها بتبقى اوروبا. فالتالت احسن تالتين هو، لان هو بياخدوا خمس فرق من افريقيا. فمنتخب مصر فرصته كويسه جدا، ان شاء الله انه يتاهل، نكسب مباراه. طب افرض السنغال، احنا كسبنا مباراه واحده والسنغال وخسرنا مباراتين لا قدر الله، هتبقى تالت، انت هتبقى برضو احسن توالد، فانت ممكن جدا تخش تاني وممكن جدا تخش تالت، فموقفك كويس جدا. ولكن ما ندخلش نفسنا في حسابات، ناخد الثلاث ماتشات ورا بعض، خاصه انت بتتلعب فين؟ بتتلعب في عاصمه كره السله، اسكندريه معشوقتها الاولى كره السله. والحقيقه انا 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 وانا بلعب زمان ما كنتش عارف ايه تفسير ده، بس انا كان ليا تفسير واحد الحقيقه، يعني ليه كره السله في اسكندريه هي اللعبه الشعبيه الجارفه، او ليها شعبيه جارفه كده،
يعني انا قعدت افكر لما كنت بلعب، كان ماتشاتنا في اسكندريه بتبقى ماتشات كلها يعني حماس، وايام ما كان بقى الجماهير كلها بتحضر في صاله استاد اسكندريه لو الناس تفتكرها. هي دلوقتي طبعا للاسف يعني عندها مشاكل في المعمار وبيطوروها، واكيد هتبقى في صاله استاد اسكندريه قبل ما تتبني صاله الشاطبي. كان تفسير الوحيد ان اليونانيين كانوا عايشين في اسكندريه في الحقبه اللي هي ايه، اول ما كره السله طلعت في الثلاثينات الاربعينات، كان في يونانيين كتير جدا في اسكندريه، ويونان هي اللعبه الشعبيه الاولى هناك الباسكت. ده من وجهه نظري تفسير يعني. وهم يعني اللي كان ليهم دور ان الباسكت يخش في اسكندريه، ومن هنا اتولدت شعبيه كره السله في اسكندريه. لان اليونان نفس الكلام شرحه، واحنا عندنا لعيب طبعا كبير جدا منتخب مصر سمير جوده، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومناسبة سمير جوده لعب في الاهلي. سمير جوده لعب في الاهلي، ده اول لعيب مصري لعب في اولمبياكوس في اليونان، ولعب قعد له 3 4 سنين لعب في اليونان. فاليونان هناك اللعبه الشعبيه الاولى بدون منافس كره السله. فده كان تفسيري. وخلي بالكم من اسكندريه اليونان انت تعدي البحر بس، مركب تبقى في اليونان. فده كان تفسيري، وده اقرب ما يكون للواقع. والحقيقه كنت اتكلمت مع الكلام ده مع كابتن يسري حمدي لو تفتكروه، المعلق الكبير اللي كان بيعلق زمان. ده انا في رايي ده يعني اسطوره كبيره جدا. كابتن يسري حمدي يعني كان اسطوره من اساطير التعليق، وكنت اتكلمت معاه الحقيقه في الموضوع ده، وده كان برضو تفسيره. الله يرحمه ويحسن اليه، كان حاجه كبيره جدا في التعليق، وكان بيعلق للالعاب القوه، وكان هو كمان صحفي كبير في الاخبار، وكان بيعلق للباسكت، وكان حاجه موسوعه، وكان تنس، كان كل حاجه بصراحه. هنروح لكرة السلة سيدات ومنتخب مصر أيضا بقيادة ابننا كابتن إيهاب الألفي. خلاص مسافر إن شاء الله تصفيات المنطقة الخمسة الأفريقية، وتم اختيار 12 لاعبة منهم خمسة من النادي الأهلي. وده الحقيقة يعني يدل إن يعني خمسة الفريق بيبقى 12، أنت لما تاخد خمسة أنت بتتكلم قرب 50% من المنتخب. مين اللي راحوا؟ ثريا محمد، رنيم الجداوي، مرال أشرف، نادين السلعاوي، والمنضم حديثا يارا أسامة. وهنا برضو ده دليل النادي الاهلي ما بيتعاقدش مع حد الا ما بيضيف فاليو للفريق، قيمه للفريق. يارا اسامه جت في وقتها في ظل غياب نور علي طلعت، وفي ظل غياب هاله شعراوي. فالنهارده النادي الاهلي لما تعاقد مع يارا اسامه بعد ما نادي الزمالك سرح فرقه كره السله سيدات، النهارده انت بتتعاقد مع فاليو، قيمه تم اضافتها للفريق. فالنادي الاهلي هنا عنده تغير كبير جدا في سياسته التعاقديه مع اللاعبين او اللاعبات. اللي هيجي يعمل فرق، اللي مش هيجي مش هيعمل فرق، لا اللي عندي احسن. طيب الفريق رايح منطقة الخمسة الأفريقية، طبعا انتوا عارفين ومش محتاج اقول لحضراتكم انه اكتر فرقة بتنافسنا هي كينيا. كينيا في السيدات كرة سلة قوية، مش على مستوى المنطقة الخمسة فقط ولكن على مستوى القارة. رواندا داخلة دلوقتي بقوة، فانت عندك فرقتين جامدين هيروحوا يلعبوا المباريات دي. وطب الماتشات هتبقى من امتى؟ من 14 ل 19 فبراير اللي احنا فيه، من 14 ل 19 فبراير. كل التوفيق طبعا لكابتن إيهاب الألفي، وكل التوفيق لمنتخب مصر اللي احنا بنتمنى له طبعا انه يكون يعني على قدر الـ يعني المسؤوليه الملقاه على عاتقه. وانتم عارفين طبعا دوري السله واقف رجال، ودوري السله سيدات واقف. النادي الاهلي في الرجال لعب الدور الاول ولعب ثلاث ماتشات من الدور الثاني، لما يرجع هيستأنفوا. طب اول ماتش بعد الرجوع ايه؟ ماتش الزمالك عندنا في الصاله، في صاله الامير عبد الله الفيصل، واللي احنا ان شاء الله باذنك يا رب هننقلها ان شاء الله. طيب السيدات لعبوا اكتر شويه من الرجال، لان الرجال بادئين متاخر عن يعني خلاص احنا بنتكلم شهر 3 و4، ده بيبقى تفنيش المواسم ما عدا الطايره، ربنا يعني يكون في عونهم لان هم ابتدوا متاخر. وهنيجي للخبر بتاع الطايره، وهنقول اعتراضاتنا ايه على نظام المسابقات اللي بيحصل دلوقتي، وان نظام المسابقات ابدا ده مش هيكون في صالح اللعيبه، وربنا يستر يكون يعني اللعيبه تعدي يعني من الموسم المضغوط ده في الطايره رجال وسيدات، او للرجال اكتر كمان، يعدوا من الموسم ده بدون اصابات يا رب. ويعني يا رب ان شاء الله يبقى انا غلطان، بس الموسم موسم صعب جدا ومضغوط، واللي عمل الضغطه دي والسبب فيها لجنه المسابقات في اتحاد كره الطايره. ما يعني احنا بنقول مش بننتقد حد، بس بننتقد للاحسن، واللي احنا متفقين باللوجيك. لو احنا بنقول حاجه غلط يقولوا لنا، انما هي اكيد لما نقول كده ويسمعوا كلامنا ممكن يراجعوا نفسه. مش المهاجمه من باب المهاجمه بس، لا احنا مش كده. طيب هنروح بكره مباراة مهمة جدا لرجال الكرة الطائرة. طبعا كلنا تابعنا امبارح الفوز العظيم اللي فاز بيه رجال الكرة الطائرة، رجال بقيادة كابتن محمد مصالح ميدو، بالفوز على نادي الزمالك 3-0 في المباراة الختامية في الدور الترتيبي. طيب قبل بس ما نروح للصور يا جماعة،
انا بس عايز اشرح دوري السوبر او كاس، مش دوري السوبر، هو مش دوري، هو كاس السوبر المصري اللي بيتعمل اول سنه، السنه دي رجال وسيدات، السيدات فازوا بيه. طيب الرجال ايه الوضع؟ الاتحاد عمل حاجه غريبه، عمل حاجه غريبه، قال لك السوبر هيلعبوا اربع فرق. تعظيم سلام، انا موافق على فكره، ما عنديش مشكله خالص، السوبر يلعبوا اربع فرق عادي، بيحصل كره السوبر الافريقي الكره الاليه هتعمل كده. بس هو حط بصمه بقى، قال لك ايه، هيلعبوا كلهم الاول مع بعض، كل فرقه تلعب ثلاث ماتشات. مين اللي بيلعب؟ اللي بيلعب اهلي، زمالك، طلائع جيش، مين؟ الاتحاد. دول الاربع فرق اللي بيلعبوا، لعبوا مع بعض ثلاث ماتشات لسه خلصين، خلص امبارح، على حاجه اسمها الترتيب، اول ثاني ثالث رابع. طب هعمل ايه بالترتيب ده عشان اللي جاي ده بقى؟ الاول يلاعب الرابع في قبل النهائي، والثاني يلاعب الثالث في قبل النهائي، وبعد كده الكسبان يلاعب الكسبان، والخسران يلاعب الخسران على الاول والثاني والثالث والرابع. طب يعني ازاي؟ طب هقول لكم على حاجه ثانيه، هل يعقل ان انا راجل النهارده كسبت الزمالك اربع ماتشات السنه دي؟ ركزوا معايا في الكلام ده، لان الكلام ده هو ده مربط الفرس. انا النهارده كسبت الزمالك في الدور، في مجموعتي والدور التمهيدي في الدوري رايح جاي، كسبت في عبد الرحمن فوزي 3-0، رجعت في صاله عبد الله الفيصل كسبت 3-0 3-1، بعد كده لعبت مباراه بعد كده في الدور الترتيبي، الدور الترتيبي لعبت وكسبت 3-0، والنهارده لعبت كسبت امبارح 3-0. تخيلوا ان الاربع مباريات دول لا قيمه لهم، لا قيمه لهم كبطوله. انا بتكلم المنافس المباشر معاك لعبته اربع ماتشات ما فرقتش عنده نقطه في اي حاجه، والله زي ما بقول لكم كده، اربع ماتشات. طبعا انت بتلعب عشان تكسب، عشان اسم النادي الاهلي، ما هو ده الفرق. وبمناسبه كابتن شريف الشمرلي مدير فني نادي الزمالك قدم استقالته قبل ما نطلع على الهواء، يمكن بحوالي ساعتين ولا حاجه، ولا ساعه، قدم استقالته من تولي الفريق خلاص. هو كتب على صفحته ان هو يعني مش هقدر اكمل وكده، وما كملش. يمكن دي وضع طبيعي، ان امبارح خساره من النادي الاهلي، مش وضع طبيعي، اربط الاحداث، امبارح خسران المره الرابعه، فالنهارده بيقدم استقالته، ففي ربط واضح ان تتابع الخسائر او مكسب النادي الاهلي عمل مشكله. احنا طبعا يعني احنا بكل الاحترام والتقدير له، انا بتكلم على المنافس طبعا، وضع طبيعي ان احنا بيبقى في عين على المنافس. اربع مباريات انت بتلعبهم وكسبتهم مع المنافس ما خلاكش تاخد بطوله، وما عندناش مشكله. انما دلوقتي التلاحم، طيب احنا خلاص ماشي هنروح، انت دلوقتي بكره هتلاعب بكره طلائع الجيش قبل النهائي، وبعد بكره ماتش الزمالك فاينل يعني مثلا، وبعديها بطوله عربيه هنا في مصر، وبعديها استكمال الدوري، وبعديها افريقيا، كل ده في قد ايه يا جماعه؟ في اربع شهور، ما كملش والله، ما يكمل اربع شهور، في ثلاث شهور ونص. انتوا بتتكلموا في ثلاث شهور ونص بنلعب اربع بطولات، منهم بطوله اقليميه، بطوله عربيه، وبطوله دوري، وبطوله افريقيا، وبطوله دوري، ولسه في كاس مصر. انتوا متخيلين؟ طب ده ايه اللي، طب بتقول يا كابتن ما عادي؟ ما لا مش عادي، لان احنا الدوري ابتدى في شهر 12، خبر ابيض. الدوري كره الطايره ومنافسات الطايره، كان السله بتلعب بتفنش البطوله الثانيه خلاص المرتبط، ولعبت السوبر المصري بتاع السنه اللي فاتت خلصت بطولتين، ولعبوا بطوله عربيه كمان الاهلي، يعني ثلاث بطولات في شهر 12 كانت خلصانه، ولسه بيقول اتحاد الطايره بسم الله الرحمن الرحيم. لدرجة ان في ناس كتيرة جدا كانت بتفسر تأخير البطولات دي او تأخير الماتشات دي لهدف تاني. ما انت بقى لما يحصل حاجة مش طبيعية بتلاقي بتفتح الباب لتكهنات، انه طبعا عشان المحترفين يلحقوا يجوا، عشان يمضوا مع الفرقة التانية، عشان يجيبوا محترفين كويسين بعد ما يخلصوا بطولة اوروبا، وسبحان الله يشاء ربنا ويشاء السميع العليم ان لاعب يروح ما يجيش فيضيع مكان ولاعب تاني يجي، يعني قصة كده حصلت لعباكة كبيرة جدا على غير المخطط ليها. فدلوقتي انت اربع ماتشات بتكسبهم وما خدتش بيهم بطوله، وفي نفس الوقت انت عندك مباراه بعد بكره، مباراه واحده ببطوله. طب يا جماعه والنبي قولوا لي، طب ازاي؟ طب ازاي؟ يعني ازاي حتى ما اطلعش بنقط؟ يعني انا يعني، طب ايه الفرق بين واحد اجتهد وتعب وذاكر واشتغل وكسب، وواحد ما يعني ما عملش حاجه ما بيخسر، واجي في الاخر يكسب ماتش، يبقى انا كسبان طول الدوري ست سبع ماتشات، وما يعني واخد بطوله ولا اتنين، وواحد كسب بطوله ماتش، واحد خد بطوله، طب ازاي؟ انا بقول لكم ان يعني لا، الموضوع فيه مشكله كبيره جدا، في مشكله ولازم يحصل فيه مراجعه للمسابقات، في ازمه في مسابقات الكره الطائره، في ازمه. فالنهارده والنهارده هتلعب كمان، لسه عندك بلاي اوف، هترجع على لا، الموضوع صعب جدا، ولكن احنا كلنا ثقه في الفريق. طب كابتن محمد مصلح ميدو عمل ايه عشان يعني يتغلب على ده؟
عمل ايه؟ جهز فرقته بالكامل، جهز ثلاثاته وجهز اربعاته وجهز اتنيناته وجهز صناع الالعاب والليبروهات وجهز كل حاجه. النهارده كابتن عبد الله عبد السلام اسطورتنا مصاب، حسام يوسف ما شاء الله عليه، الله اكبر، ربنا يحفظه ان شاء الله، وعبد الله بيتعالج وان شاء الله يكون كويس يعني قريب، يعني لو نقدر نجيب كابتن يعني دكتور سامح ظلام لعب كمان. طب الحمد لله لعب امبارح اهو عبد الله عبد السلام، شكرا يا جماعه انا معلش انا ما خدتش بالي، فيعني عبد الله عبد السلام لعب امبارح. فالنهارده انا اللي عايز اقوله لك ان هو اهم حاجه كان يجهز السكواد. طيب السكواد ده بيجهز ليه؟ عشان اللي احنا بنقوله ده، لو لا قدر الله وقعت منك فرد او اتنين في مركز ما يبقاش عندك. احمد سعيد ما شاء الله عامل موسم، انا شايف ان احمد سعيد يعني ما شاء الله يا رب يحفظه احسن لعيب في مصر دلوقتي، يعني طبعا مع الاساطير الكبيره، ولكن احسن موسم عامله احمد سعيد. انا بتكلم بكل امانه وده ما يزعلش حد، احمد سعيد حتى الان اكتر احسن لاعب في مصر، فهو بيجهز كل اللعيبه يا كابتن محمد بصالح حميدو عشان ده. بس ده مش طبيعي، مش طبيعي ان انت تلعب ثلاث اربع بطولات ولا خمس بطولات في ثلاث شهور ونص او اربعه، ده ما بيحصلش في حته عالم. ربنا يستر على لعبتنا وعلى لعيبه الفرقه الثانيه، احنا سلامه اللعيبه ده المهم. لما اضغط الماتشات كده بعد الشر احنا اتعلمنا كده ممكن تتعرض للاصابات. اتمنى ابقى غلطان واتمنى لجنه المسابقات تراجع نفسها للمصلحه، للمصلحه. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تعودنا يعني برنامج الابطال احنا بندعم نجومنا ابطالنا داخل النادي الاهلي، ولكن منتخبات مصر دي عندنا يعني مش عايز اقول في المقام الاول. ليه؟ لانه مصر هي الاسمى، ولعبتها لما بتروح تلعب مع منتخبات مصر حتى لو الالعاب دي مش عندنا، حتى لو الالعاب دي مش موجوده في النادي الاهلي، ولكن اسم مصر. انا مثلت منتخب مصر سنوات طويله وعارف يعني ايه قيمه قميص منتخب مصر، وده شرف ولازم ندعمه كلنا. من الاتحادات اللي عامله شغل وبتبذل مجهود اتحاد الريشه الطائره، اتحاد الريشه الطائره. من شويه سافرت بعثه المنتخب راحت بطوله افريقيا في جنوب افريقيا، خلاص سافروا راحوا جنوب افريقيا عشان يلعبوا بطوله افريقيا. طيب البطوله هتتلعب من كام؟ هتلعب من 13 ل 19 فبراير اللي احنا فيه. مشاركين بكام لاعب؟ بثمان لعيبه وهم اربعه اولاد، احمد صلاح، ادهم حاتم، محمود منتصر، كريم محمود عزت، ومعاهم اربعه بنات، ضحى هاني، نور يسري، هانا طارق، رحمه العدوي. وبيدربهم طبعا كابتن محمود عزت، وبترأس البعثه عضو مجلس الاداره كابتن منه الله طنعاني. كان الاتحاد كمان كان اعلن من ايام عن فوز مصر بتنظيم نفس البطوله دي بس السنه اللي جايه، وده انجاز كبير جدا، لان الحقيقه الريشه الطائره كانت قعدت فتره يعني مش بس بعد من 3 4 سنين الحقيقه عملوا شغل كويس جدا، ومشاركات دوليه ومشاركات افريقيه ومنافسه قويه وترتيب ومشاركات في الاولمبيات اللي فاتت، الحقيقه عاملين شغل كويس، ولازم يعني يكون كلنا ورا هذا الاتحاد. واللعيبه دي اهو اللعيبه هي في الطياره، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويرجعوا كلهم امال طبعا وطموحات ان شاء الله يحققوا نتيجه كويسه. وعشان نعرف يعني اكتر عن الخبر ده معانا عبر الهاتف الكابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد لريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى قناتنا المفضله طبعا. كابتن طبعا يعني يوصلوا بالسلامه بطوله افريقيا، يعني كلمني عن البطوله وكلمني ازاي استعديتوا يا كابتن والمتوقع من البطوله دي. يا فندم احنا بنستعد لينا شهر كامل تدريبات صباحي ومسائي تحت اشراف الكابتن محمود عزت ومعاونه الاتحاد بتوفير كافه الالتزامات للمنتخب. ان شاء الله احنا عندنا امل كبير بامر الله ان احنا نفوز بالبطوله دي احنا ابطال افريقيا في الدوره السابقه، وان شاء الله رايحين مصنفين اول بامر الله، وربنا يكرمنا. يعني المنتخب استعد استعداد جيد، اطمأنين على كل التزاماته، وصلوا بالسلامه جنوب افريقيا امس الحمد لله النهارده، واتمرنوا في جنوب افريقيا اول تدريبه، وان شاء الله هنبدا البطوله فعاليات البطوله من يوم 13 ليوم 19. طب كابتن يمكن المعسكر بتاعكم كان فين؟ في المركز الاولمبي في المعادي؟ لا يا فندم احنا كنا عاملين معسكر مفتوح، كنا بنتدرب في صاله في الوفاء والامل صباحي ومسائي، فكان معسكر مفتوح عشان التزامات بعض اللعيبه باشغالهم وكده، فما قدرناش نعمل معسكر مغلق، انما المعسكر كنا بنتابعه متابعه دقيقه جدا باللجنه العلميه، معانا دكتور رامي موجود، الكابتن محمود عزت، بمدربين الاعمال، بالمساعدين المدربين، باعضاء مجلس الاداره كانوا بيتواجدوا دايما في التدريبات، وكنا بنبث الروح والحماس مع لعيبتنا. طب كابتن يمكن ادهم حاتم وضحى هاني على ما يعني اتذكر لو انا مش غلطان راحوا جنوب افريقيا على طول، ما طلعوش مع البعثه من هنا صح؟ لا هم راحوا بدري عشان تذاكر السفر، كانت البعثه كلها مش متوفر لها تذاكر سفر، فهم راحوا قبل المنتخب يروحوا جنوب افريقيا، ووصلت بعديهم البعثه في الساعه 7:30 مساء، ويعني ركبوا من مصر الساعه 7:30 ووصلوا بعديهم، يعني فهم وصلوا الاول. واحنا عندنا كمان ادهم وضحى ونور هيطلعوا من بطوله جنوب افريقيا على بطوله اوغندا الدوليه، عشان دول فريق باريس
مصنفين في رود باريس ان شاء الله. عندنا ادم اول افريقيا، عندنا ضحى اول افريقيا، عندنا نوريس لثاني افريقيا، فدول اللي بنشتغل عليهم للتاهل لباريس باذن الله. طب بطوله، طب يعني خليني في انا هروح لبطوله اوغندا، بس خلينا الاول بطوله افريقيا، مين ابرز المنافسين لينا؟ هل جنوب افريقيا ولا في فرق من شمال افريقيا؟ عندنا الجزائر طبعا، وعندنا نيجيريا موجوده في البطوله، وعندنا موريشيا. دول ابرز المنافسين. خمس فرق كويس جدا، يعني لعيبه عاليه جدا، وبيشتغلوا برضو زينا، بس احنا ان شاء الله عندنا ثقه في لعيبتنا، وامر الله ان هم يعني ان شاء الله يفوزوا بالبطوله باذن الله. طب كابتن، يمكن البطوله دي فرق وفردي صح؟ خمس ايفنتات، فردي ولاد، فردي بنات، زوجي ولاد، زوجي بنات، اللي هو الميكس المختلط. طيب بتحسب النتيجه ب3-0، يعني كل فريق يلعب فريق، وان شاء الله احنا يعني في مجموعتنا معانا النهارده زي ما انا عرفت الكاميرون، مجموعه سهله ان شاء الله باذن الله. ومعانا مش عارف فرقه اخرى تاني برضو، مجموعتنا سهله يعني. طب الحمد لله. طبعا نتخطى ده دور الثمانيه، دور الثمانيه تبدا بقى نظام بوله مين يلعب مين. يعني دور الثمانيه بتعمل قرعه ومين هيلعب مين؟ قرعه ان شاء الله. احنا كده كده هيبقى هم ثلاث دور الثمانيه والاربعه فاينل ان شاء الله، ثلاث ماتشات جامدين بعد كده بعد المجموعه. باذن الله احنا هنبدا بدايه هاديه بامر الله، يعني نقدر نتاهل على مجموعتنا اول باذن الله. باذن الله وهنخش دور الثمانيه بقى ان شاء الله يا كابتن. طيب هي البطوله من 13 بعد كده، بعد كده بقى بطوله الانديفيدوال دي مهمه جدا لترتيب لعبتنا ادم وضحى ونور يسري، يعني هي فضلت فرق في الاول ثلاث اربع ايام، وبعديها بيبدا الانديفيدوال بقى فرديات وزوجيات. طب الفردي كلهم مشاركين الاربعه الاولاد والبنات؟ طبعا. مشاركين تمام يا فندم، هنشارك باربع اولاد واربع بنات في الفرديات وفي الزوجيات كمان، زوجين زوجين وزوجين ميكس. يعني بتهيألي البطوله دي مكاسبها كبيره قوي يا كابتن، يعني مهمه طبعاً جدا عشان الرانك طبعاً الافريقي طبعا، والنقاط بتجمعها. طبعا من اهم البطولات واعلى النقط في الترتيب الدولي احنا بناخدها، فيعني الفوز بيها هيساعد لاعبتنا جدا في التاهيل لباريس، وهتكون خطوه يعني هايله. قبل بقى ما احنا سبقنا الحدث بكتير جدا، وقلنا في تاهيل باريس 24 عندنا بطوله افريقيا في مصر في فبراير. فقدمنا ملف عالي جدا الحمد لله رب العالمين، حاز ثقه الاتحاد الافريقي، كانت فيه منافسه من اربع دول، الحمد لله مصر فازت بالملف وخدنا حق التنظيم في مصر، فدي هتساعد ولادنا كمان اكتر ان يكونوا في القاهره بقى. يعني البطولتين دول مهمين قوي، البطوله اللي احنا فيها حاليا في جنوب افريقيا ويليها بطوله افريقيا في مصر. كل التوفيق يا كابتن محمد ان شاء الله، وترجعوا بكاس البطوله ويعني وتادوا اداء كويس، ويساعدنا ان شاء الله لباريس 2024 كابتن هيثم. انت وش السعد علينا دايما، كل اخبارك بعديها بتتوج ان شاء الله، بنتوج بعديها ان شاء الله، واحنا بظهركم يا كابتن، وكل الدعم ليك، وان شاء الله بولادنا وبناتنا حققوا نتيجه كويسه. يا كابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشه الطائره، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه لما بيبقى في اتحاد شغال يا جماعه، الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا جدا، وناس بتجتهد وناس بتشتغل، ومحدش بيقول لك ما عندناش امكانيات ومش ما عندناش امكانيات، الامكانيات موجوده، انت بس اشتغل وخطط كويس، وخلي هدف منتخب مصر هو الاسمى عندك، وان شاء الله ربنا يكرمك. هنروح للجودو، الحقيقه من الاتحادات برضو اللي دايما بندعمها، لان هي من الاتحادات اللي مرشحه في ميداليه في باريس 2024. الجودو يكفي ان في كابتن محمد رشوان هو المدير الفني المسؤول عن المنتخبات، اسطورتنا الكبيره الحقيقه، العمر ما هنسى كابتن محمد رشوان ورئيس الاتحاد طبعا كابتن مرزوق. لعيبه منتخبنا الوطني للجودو حققوا ميداليتين في بطوله اوروبا المفتوحه، واللي اتلعبت في العاصمه البلغاريه صوفيا، وده انجاز كبير جدا، بيديك مؤشر كل لعيبه اوروبا هناك وتاخد ميداليتين حاجه كويسه. لعيبه مصر حققوا ميداليتين فضه عن طريق يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني. يسري سامي حقق الفضيه في منافسات تحت 60 كيلو جرام بعد خسارته قدام بطل فرنسا، اما عبد الرحمن عبد الغني فحقق فضيه منافسات وزن تحت 81 كيلو جرام بعد خسارته من بطل جورجيا. وكان عندنا لاعب قريب جدا من حقق ميداليه، كان هو علي حازم في منافسات وزن تحت 90 كيلو، وزن الكبير، ولكن ما توفقش، بس كويس يعني ان شاء الله كده حاجه كويسه. والجودو ماشي كده بخطوات ثابته، بطوله اوروبا المفتوحه دي كانت بطوله مهمه جدا، لان اكبر او عظماء اللعبه كانوا مشاركين فيها، وعشان نعرف اكتر عن البطوله دي والانجاز اللي اتحقق فيها معانا كابتن مرزوق رئيس الاتحاد عبر الهاتف. اهلا بيك يا كابتن مرزوق. يا كابتن هيثم ازي حضرتك؟ وحشني جدا والله، يعني بجد بجد انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على الدعم اللي انت بتعمله لنا وعلى القناه اللي بتعمله لنا، يعني بجد انا فضلت اشكرك وقت كبير جدا، مش هوفيك حقك على المجهود المشرف والكلام المحترم اللي انت بتتكلمه عننا، بجد الف شكر يا كابتن مرزوق. اذا كان حد مفروض يتشكر فالاتحادات اللي زيكم اللي بتشتغل واللي عايزه تحط مصر قدام واللي عايزه تجيب ميداليه لمصر، هي دي اللي لازم نربط على ايديها ولازم نشكرها،
والله يا كابتن احنا بندعي لكم، لان جودو ليها تاريخ كبير جدا وانتم بتبذلوا مجهود يعني كبير، ويكفي ان انت من اول ما توليت المسؤوليه يعني خليت كابتن يعني كبير الاسطوره الكبيره كابتن رشوان معاك، او يعني احنا اللي معاه ده الاسطوره الكبيره يعني، ولكن وجوده كان حاجه مهمه جدا. كابتن خلينا نروح للبطوله، عرفنا يعني اكتر للساده المشاهدين البطوله دي كانت مهمه ليه وكانت امتى ومعنى ان احنا نحقق فيها ميداليتين. حضرتك بطوله اوروبا المفتوحه دي يعني معناها ان يعني في ناس بتسال يعني ايه بطوله اوروبا وتبقى بيشارك فيها حد من بره اوروبا؟ دي بطوله اوروبا مفتوحه بيسمحوا للقارات الثانيه ان هي تشارك فيها، عشان خاطر حضرتك بتجمع نقط بكل، احنا عندنا التاهيل عندنا ان انت حضرتك بتفضل تجمع نقط لغايه قبل الاولمبياد بشهرين، وبعد حضرتك بياخدوا الاول 17 في الرانكينج يتاهلوا لغايه الاولمبياد. فاحنا بنشارك في البطولات دي عشان خاطر نجمع نقط، واحنا بالنسبه لنا انت عارف حضرتك من ساعه ما تولينا المسؤوليه ان احنا بنبني اجيال جديده تعيش مع منتخب مصر لسنين كتير، يعني احنا مش بنخطط لباريس بس، احنا بنخطط كمان ل 2028، لان احنا اغلب العناصر اللي موجوده عندنا دلوقتي كلهم صغيرين في السن. فاحنا عندنا يسري سامي مثلا هو لعيب اصلا لسه لغايه دلوقتي وعنده 18 سنه، يعني هو لسه في مرحله الشباب ومحقق ميداليه مع الكبار. هو دلوقتي كل البطولات اللي هو واخد اول افريقيا كبار، وهي البطوله ما شاء الله كبار، وهو راح هو كمان هو لسه راجع من اصابه بقاله حوالي شهرين كان عنده اصابه في الضمه، فاحنا جهزناه وان هو دخل البطوله ووصل الفاينل ولعب مع الفرنساوي، يعني يوسف عنده 18 سنه الفرنساوي عنده 28 سنه، فالحمد لله وصل الفاينل وقدر يحقق الميداليه الفضيه. ميزان 81 كيلو عبد الغني برضو حد لسه بروميسنج ولسه شاب صغير عنده 22 سنه لعب، والبطوله كانت قويه جدا ووصل الفاينل وقدر يحقق الميداليه الفضيه. كان عندنا لعيب علي حازم بتاع 90 كيلو ده يعني عمل بطوله هايله جدا النهارده ووصل للسيمي فاينل، ويعني سوء حظ خسر سوء حظ في السيمي فاينل وما قدرش يعمل الميداليه البرونز وخد المركز الثاني. مفيش مشكله المجمل ان احنا الحمد لله دلوقتي، يعني لو احنا كنا حضرتك متابع معانا من اول ما استلمنا الاتحاد السنه اللي فاتت، احنا دلوقتي بقى عندنا كيان وبقى عندنا منظومه في جميع القطاعات، بقى عندنا لجان فنيه بتدير كل شؤون الاتحاد، ما بقاش الاتحاد هو رئيس الاتحاد فقط، لا احنا في كل جزء في الاتحاد ليه لجنه هي اللي بتدير الجزء بتاعه. عندنا المنتخبات القوميه متوليها واحد لو فضلنا نتكلم عليه 20 سنه ولا 30 سنه مش هنقدر نوفي حقه، ده راجل اصلا على راسنا والعالم كله بيقدره، فبالطبيعي ان اول ما كنا نبقى موجودين لازم احنا نقدره. ده شيء طبيعي، احنا مش بنجامله ولا بنعمل حاجه زياده، ده هو ده حقه، ده هو كويس ان هو بيبقى شغال معانا، فده اول قرار كنا خدناه ان هو يبقى موجود معانا. الحمد لله يعني في جميع القطاعات احنا شغالين الحمد لله خطة ثابتة، الأعداد عندنا بقت غير طبيعية، الانتشار بقى عندنا كنا بقينا موجودين في جميع محافظات مصر، الجودو بقى موجود في جميع محافظات مصر. هدفنا كمان إن احنا دلوقتي طبقا لتوجه الدولة إن احنا نروح للمحافظات الحدودية، فاحنا بننشئ مناطق في شمال سيناء دلوقتي في مطروح عشان خاطر نوصل الجودو هناك. فالحمد لله احنا إن شاء الله بإذن الله على نهاية الدورة دي نقول إن احنا بقينا كيان كبير جدا 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 يقدر ينافس في جميع المستويات. يعني طب كابتن مرزوق انا يعني عايز منك وعد على الهواء ان شاء الله تشرفني انت وكابتن محمد رشوان، انا يعني محتاجين جدا يعني تكونوا معانا وكلام كتير عايزين نتكلم في الجودو والخطه بتاعتكم، لازم توعدوني انتوا تيجوا ان شاء الله. ده شرف ليا، شرف لي. انا هحدد مع الكابتن رشوان واكلم حضرتك ياريت. ولازم نكون موجود معاك طبعا. تنوروا وتشرفونا، يعني شرف يعني ناس بتشتغل وناس عايزه تعمل حاجه، فمكانها الطبيعي ان يبقى كل مصر كلها واقفه وراها، وان شاء الله اللي جاي احسن. طب انا يعني سريعا كده، انت عندك الخطوه اللي جايه للمنتخبات ايه؟ حضرتك احنا دلوقتي احنا هم هيرجعوا من السفر بعد بكره، فاحنا شغالين على جزئين. في جزء هيلعب عندنا بطوله عربيه للمنتخبات كبار، دي ما اتلعبتش من فتره كبيره، فدي مهمه بالنسبه في قطر دي يا كابتن صح؟ في الدوحه في اول مارس من 1 لغايه 4 مارس ما شاء الله. فلازم احنا هنشارك في البطوله دي بقوه لان هي ما اتلعبتش من فتره كبيره، فاحنا لازم مصر لما تظهر في بطوله عربيه لازم تظهر بالمكانه اللي هي فيها، ما ينفعش ان احنا نروح في بطوله عربيه نمثل تمثيل مشرف، مصر دوله كبيره وهي ام الدول العربيه، فاحنا لازم نكون هناك متواجدين بقوه، فاحنا مركزين في البطوله دي. احنا شغالين على قطاع الناشئين والشباب، عندنا بطوله اوبن افريكا في تونس، الناس هتروح تلعب في مرحلتها بقى
يعني يسري ورملي هيلعبوا في مرحله الشباب بتاعتهم عشان ياخدوا نقط تاهلهم لبطوله العالم الشباب بتاعتهم. يعني احنا اللعيبه دي ماشي في طريقين لازم في الكبار، فاحنا لا احنا لازم كمان ياخد نقط في سنه في سنه هو ما يروح كمان في بطوله العالم بتاعته يبقى عنده الرانكينج بتاعه. احنا عايزين يوصلوا ان هم رقم واحد على العالم في المرحله وخبرات يعني. يا كابتن هو عمال يلم في خبرات وهو ماشي طبعا. احنا دي المرحلتين دول، وفي مرحله ثاني الثلاث لعيبه اللي حققوا الميداليات في البطوله اللي احنا كنا فيها دي عندهم جراند سلام في اوزبكستان في نفس التوقيت. يعني ان شاء الله ربنا يوفقك، ان شاء الله ربنا يوفقك يا كابتن مرزوق، واتمنى لكم كل التوفيق. كابتن مرزوق رئيس اتحاد الجودو المصري بشكرك شكرا جزيلا. شفت انا بس يعني الكلام واضح، احنا لما نقول خبر ولما نجيب يعني نائب رئيس اتحاد ريشه الطايره شفتوه اتكلم ازاي، وشفتوا كابتن مرزوق كابتن محمد كمال وكابتن مرزوق اتكلموا ازاي، شفتوا الطاقه الايجابيه اللي طالعه من عنده النهارده. كابتن مرزوق اول ما جه من اول يوم قال كابتن رشوان معايا، في حين الاتحادات اللي قبل كده تجاهلت وجود كابتن رشوان. يعني يا جماعه الهدف مش انت تقعد على الكرسي، الهدف ان مصر تكسب ميداليه، ان مصر تبقى قدام. يعني لو اشتغلنا بالمنتاليتي دي صدقوني محدش هيوقفنا، انما الهدف ان انت تفضل قاعد في المكان رئيس اتحاد او قاعد اتحاد. هو قال لك انا جبت الجان تفهم اكتر مني، يعني معلش مصر كلها تفهم ايه النهارده. كابتن رشوان بيخبط على باب السفير الياباني بيخش يقول انا عايز كذا، عايز اعداد، عايز اللي هو عايزه، لانه هي الدوله رقم واحد في العالم في الجودو. فالنهارده ازاي قيمه زي دي تبقى بره الاتحاد؟ هو مش عايز يخش انتخابات الاتحاد، هو راجل شايف انه راجل فني خلاص يبقى في المكان اللي هو عايزه. فالحقيقه يعني بنشكر يعني كابتن مرزوق على كلامه الايجابي ده وكل التوفيق، وهنفضل ندعمهم ان شاء الله بكل قوه. هنروح للعبه انا الحقيقه بحبها جدا وكنت بحب اتابعها، الكروكيه. الكروكيه لعبه يعني الحقيقه لعبه ذوات، ولكن غابت كتير جدا عن الساحه. والحقيقه بشكر فريق الاعداد الحقيقه اللي حط الخبر ده، مصر تحصد فضيه بطوله العالم الناشئ الكروكيه. الخبر ده اللعبه دي لعبه يعني بصوا يا جماعه لعبه شيك قوي، والنجيله بتبقى مقصوصه بشكل حلو والمضرب بتاعها شكله شيك قوي، حاجه يعني كده. بطوله العالم دي اتلعبت شارك فيها ست دول. مصر اسمع بقى الفرق، اسمع الفرق بطوله العالم الناشئين. الله اعلم مصر لما بيترفع في اي محفل بتبقى قصه وحكايه. والله يا جماعه انا بقول لكم الكلام ده مش شعارات، الكلام ده فعلا حقيقي. اللي راح مثل منتخب مصر وعلم مصر اترفع كده بيحس بشعور تاني خالص. بص بقى الاعلام اللي جنبك، معلش سيبوا لي الصوره دي شويه يا جماعه. مصر، امريكا، انجلترا، استراليا، اسبانيا، نيوزيلاند، اكبر خمس دول مصر معاهم في الكروكيه الناشئين، ونحصد ميداليه. فوزي حلمي لاعب منتخب مصر الوطني الشباب الكروكيه حقق فضيه بطوله العالم تحت 21 سنه، واللي بتتلعب دلوقتي في واتلعبت في نيوزيلندا او بتتلعب دلوقتي في نيوزيلندا. فوزي كان حقق الميداليه الفضيه بعد خسارته في النهائي قدام لاعب انجلترا 3-1، وانجلترا على فكره الدوله رقم واحد في الكروكيه، واللي دخل الكروكيه في مصر كانوا الانجليز. البطوله شارك فيها ست دول، هو مصر زي ما قلت لحضراتكم، امريكا، انجلترا، استراليا، اسبانيا، نيوزيلندا. منتخبنا الوطني كان شارك في البطوله دي ببعثه مكونه من ثلاث لعيبه، فوزي حلمي وعلي الزيني وجانا محمد. نتمنى كل التوفيق للكروكيه، لعبه جميله يعني. هاتوا انتوا الفيديوهات على اليوتيوب واتفرجوا عليها، لعبه حلوه ولعبه راقيه جدا، ولعبه يعني مهما قلت تحب تتفرج عليها، لعبه راقيه جدا. مضرب كبير وبيبقى فيه زي بنين كده على الارض، بيبقى بن كده الكره بتعدي منهم بطريقه معينه، حاجه وعايزه حساسيه عاليه جدا، والنجيله لازم تبقى ناعمه لان الكره كبيره وتقيله. فاتفرجوا على الكروكيه حاجه كويسه جدا. طيب خلينا نروح بعد كده للتايكوندو. التايكوندو خبر مهم وحدث كبير بيحصل على ارض مصر دلوقتي. 35 دوله تشارك ببطوله مصر الدوليه للتايكوندو بالعاصمه الاداريه في القاهره. بطوله مصر الدوليه للتايكوندو بدات امبارح على ملاعب النادي بالعاصمه الاداريه، وبيشارك فيها 35 دوله. والله زي ما بقول لكم كده، النسخه دي هي النسخه رقم 7 من بطوله مصر الدوليه، واللي تتلعب في الفتره من 11 وحتى 15 فبراير اللي احنا فيه، وبيشارك فيها 716 لاعب ولاعيبه. وبعد انتهائها بيوم هتتلعب بطوله مصر الدوليه الاولى لذوي الاحتياجات الخاصه بارا تايكوندو، وهتبقى يوم 16 من نفس الشهر. وبعدين مصر هتستضيف بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي، وهتتلعب على يومين 17 و18 فبراير اللي احنا فيه، بمشاركه 242 لاعب ولاعيبه برضو من 35 دوله. وعشان نعرف اكتر طبعا عن البطوله دي وتنظيمها هيكون معانا المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو. اهلا بيك يا سياده المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا مشاهدينك الكرام وبقناتكم المحترمه العريقه. اهلا وسهلا سياده المستشار. طبعا ما ينفعش يعني ابدا نغض الطرف عن حدث كبير زي ده في وقت بيشارك فيه 35 دوله في لعبه من الالعاب اللي ليها تاريخ اولمبي كبير. كلمنا عن البطوله وكلمنا عن امتى حظينا بشرف يعني تنظيمها، لانها بقى لها ست نسخ قبل كده، وتاريخ البطوله دي يا سياده المستشار. والله بفضل الله الحمد لله، يعني احنا من بداية تولينا المسؤولية كنا حريصين على العودة لإقامة بطولة مصر الدولية، لأن كان
توقفت لمدة 4 سنوات، من كان آخر نسخة، النسخة الثالثة اتعملت في الغردقة في 2016 في 2019، ولكن طبعا احنا ابتدينا نخطط في ان احنا نرجع تاني مصر في التايكوندو لاستضافه البطولات الدوليه والعالميه. وبرضه من منطلق يعني كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الرياضه امن قومي طبعا، وحرصنا ان احنا نفيد بلدنا والناس اللي تيجي تشوف العاصمه الاداريه والطفره اللي بتحصل فيها والمنشات السياحيه والرياضيه. يعني انا اتكلمت مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد العربي، وتم الاتفاق على العوده للنسخه السابعه لبطوله مصر الدوليه، مع كمان اضافه بقى متميزه وهي بطوله مصر الدوليه الاولى للبارا تايكوندو ذوي الاحتياجات الخاصه. وطبعا يعني معروف اهتمام القياده السياسيه ووزاره الشباب والرياضه بذوي الهمم، رئيس الدكتور اشرف صبحي بذوي الهمم، مع كمان إضافة بطولة متميزة لأول مرة بتحصل في إفريقيا كلها، وهي بطولة كأس الرئيس، أو بمعنى صح كأس رئيس الاتحاد الدولي عن القارة الإفريقية. فالكوكتيل ده كله كان مؤداه أن أي لاعب هيشارك في البطولة هيضاف لتصنيفه بإذن الله 30 نقطة. 30 نقطة دي بالنسبة لأي لاعب أولمبي أو بطل عالمي ده حلم طبعا. يعني البطولة القارية سواء بطولة آسيا، بطولة إفريقيا، بطولة أوروبا بتدي 40 نقطة. فإحنا الحمد لله بفضل تعالى بننظم حدث على أرض مصر في العاصمة الإدارية من زي ما حضرتك تفضلت قلت من يوم 11 ليوم 18. نعم. حدث بيضم 30 نقطة و10 نقط كمان للبار. طب يعني سيادة المستشار كمان على هامش البارة ال 30 نقطة دول لأي حد هيشارك؟ لأي حد هيحقق ميداليه، يحقق ميداليه 30 نقطه لاي حد يحقق ميداليه. وكل ميداليه ليها نقاط، يعني حاجات تفصيليه طبعا، يعني على هامش طبعا بطوله البارا تايكوندو برضو لاول مره هيبقى في دوره دوليه. حاليا وفد النهارده ووصل وفد من الاتحاد الدولي للتايكوندو لتصنيف اللاعبين وتدريب المدربين من مختلف انحاء العالم المشاركين على طريقه تصنيف لاعبين البارا، لان كل اعاقه ولها تصنيف طبعا ولها لعبه. صح صح. احنا بفضل تعالى يعني من طب سياده المستشار، انتوا كاتحاد حاجه قويه جدا، انتوا كاتحاد مسؤولين عن الاثنين التايكوندو الاصحاء والبارا تايكوندو صح؟ طبعا احنا المنتخب البارا تايكوندو اللي بيشارك عندنا في البطوله لسه راجع يوم الخميس من بطولة أوروبا في تركيا ما شاء الله، ومن بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي عن قارة أوروبا في تركيا. الحمد لله عملنا 3 ميداليات، ميداليتين برونز وواحدة فضة ما شاء الله. يعني فريق يعني مصنف يعتبر حاجة جيدة جدا. يعني احنا عندنا حاليا المصنفة الثالثة على مستوى العالم في البارا تايكوندو ما شاء الله ما شاء الله. سيادة المستشار، طب سيادة المستشار احنا اتكلمنا على المستوى التنظيمي، عايز اروح على المستوى الفني. طبعا احنا عندنا هل لعبتنا في التايكوندو النهارده اللي مشاركين في بطوله مصر الدوليه دي شايف يعني حظوظهم ايه؟ هل عندنا حظوظ عاليه؟ هل شايف ان احنا يعني ممكن نجيب ميداليه في البطوله دي، ولا شايف ان دي اعداد لحاجه تانية اكبر؟ احنا بنجهزهم لمصر الدوليه من بعد بطوله العالم للكبار في المكسيك في شهر 11، كان الحمد لله ربنا وفقنا في بطوله العالم في المكسيك وعملنا ميداليه برونز على يد بطلنا الاولمبي العالمي سيف عيسى. تمام. والميداليه دي كانت غايبه عن التايكوندو المصري من 9 سنوات. من بعدها على طول رحنا بطوله الجائزه الكبرى النهائيه في السعوديه، الحمد لله عملنا فيها ميداليه برونز. لسه منتخب الاول عندنا لسه راجع من بطوله كاس العرب وبطوله الفجيره الدوليه العاشرة في الفجيره بالامارات العربيه المتحده، لسه هم راجعين يوم الاربعاء اللي فات. الحمد لله عملنا 11 ميداليه الله ما شاء الله، وترتيب عام ثاني على مستوى كل الدول. ولك بقى حضرتك ان تتخيل بطوله هناك وفي الفجيره وتنظيم للنسخه العاشره، كل الدول جايه حابه ان هي تشارك، اسيا بالكامل بما فيها شرق اسيا بما فيها كوريا بما فيها ايران بما فيها الدول القويه في اللعبه كانوا موجودين، والحمد لله ربنا كرمنا ب 11 ميداليه.
وكنا بنقول ان دي مرحله مهمه جدا جدا في الاعداد لمصر الدوليه. فان شاء الله الاولاد راجعين مركزين، نزلوا من الطياره على معسكر مغلق وهيدخلوا المدينه الاولمبيه في العاصمه الاداريه بكره باذن الله تعالى، استعدادا للميزان، لميزان اول يوم واللعب باذن الله زي ما حضرتك تفضلت الاول وقلت يوم 14 و15. ما شاء الله معاك حضرتك معاك الاجنده التفصيليه طبعا. وانا انا مش عارف الكلام ده اتسرب ازاي. لا لا ده احنا متابعينكم جامد جدا، وسيف كان ضيفنا هنا بعد ما جاب ميداليه اولمبيه وكنا سعداء جدا بيه، وانتم من الاتحادات بامانه اللي شغاله برضه يا سياده المستشار، واحنا دايما يعني واقفين بشكل كبير مع الاتحادات اللي عايزه يعني دايما تجيب ميداليه لمصر، ودي حاجه تسعدنا كلنا. انا عاوز اقول لحضرتك يعني اولا البلد كل الجهات المسؤوله الحمد لله في دور الاتحاد بتدعم البطوله وبتدعم نجاح البطوله، اللجنه الاولمبيه، اللجنه البارالمبيه، طبعا وزاره الشباب والرياضه، وزاره الداخليه، كل الناس. اكيد 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 البطوله محط اهتمام كبير جدا ومحط يعني للانظار على مستوى افريقيا والعالم كله. احنا الحمد لله ابتدى يتوافد عندنا لاول مره من سنين طويله اغلب رؤساء الاتحادات جايين، كل رئيس اتحاد جاي هو رئيس الوفد عشان حريص ان هو يكون متواجد موجود في هذا الحدث. طبعا احنا النهارده بنستقبل رئيس الاتحاد الافريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بنستقبل رئيس الاتحاد العربي، رئيس اتحاد دول العاب البحر المتوسط. في عندنا باذن الله تعالى حفل افتتاح البطوله يوم 15 بتشريف السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، و السيد المهندس هشام خطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، ولفيف من رموز الرياضه المصريه. هيبقى باذن الله تعالى معانا ناس من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. فيعني لا ما شاء الله سياده المستشار، يعني كبير الحمد انا مش عايز اقول لحضرتك يعني مجهود تشكروا عليه، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبات مصر. سياده المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عبر الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق لكل من يعمل طبعا عشان يحط منتخباتنا في المقدمة. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نستقبل أبطالنا، أبطال شباب الووتر بولو، وهنتكلم معاهم عن حصولهم على كأس مصر لبطولة 2003، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وفي البداية طبعا بنرحب بلاعبتنا نجوم مواليد 2003 اللي حصلوا على كأس مصر للبطولة دي، بطولة 2003. والحقيقة مهمة البطولة دي ان احنا نحط عليها الضوء، لان اللعيبة دي كلها بتلعب مع الفريق الاول اللي عنده بطولة الدوري القادم باذن الله. بنرحب في البداية بعلي عماد الدين نجم الفريق، اهلا بيك علي. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك في حضرتك. وبنرحب بكريم السجيني جول كيبر الفريق ومواليد 2003 ايضا، اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك، منورنا والف مبروك. مرحبا، الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا علي، يمكن البطولة دي كانت مهمة واستعدت لهم الفترة، يعني يمكن والبطولة دي ساعات تتعمل وساعات ما تتعملش، يعني مش كل سنة بيعملها الاتحاد. كلمني استعديتوا البطولة ازاي دي قبل ما تلعبوها خالص؟ واحنا طبعا يعني البطولة احنا كنا كاسبينها 3 سنين على التوالي ورا بعض، وكان حصل دروب السنة الموسم اللي فات ما ربنا وفقناش فيها وخدنا مركز ثالث. مين اللي كسبها بقى؟ هليوبلس. هليوبلس واحنا يعني خسرنا منهم في السيمي فاينال ولعبنا على ثالث ويعني خدنا ثالث. فكان طبعا السنة فاتت اللعبة 2002 صح؟ ولا انتوا برضه 2003؟ لا كانت لعبنا في 2003. برافو صح كده مظبوط. بس فكان طبعا محتاجين ان احنا نعمل اعداد يعني مكثف جدا عشان نرجع للتوب تاني. تمام. بس والحمد لله طبعا يعني الجهاز الفني كان شغال معانا يعني جامد جدا الفتره اللي فاتت دي، وكنا طيب. كان في تمارين الصبح وبالليل. انتوا اتمرنتوا مع الفريق الاول ولعبتوا انتوا اللي قاعدين معايا في الاستوديو واللي معاكم اغلب الفريق 2003 كانوا مع الفريق الاول وساهمتوا في حصول كاس مصر. جينا انتوا المدير الفني معاكم مين؟ كابتن وليد عزت وكابتن وليد وصفي. بالظبط، كابتن وليد عزت وكابتن وصفي، تمام؟ دول المسؤولين عن كنتوا كفني. خلصتوا مع الفريق الاول؟ هل اتمرنتوا لوحديكم 2003 ولا كملتم مع الدرجه الاولى؟ اتمرنا مع 2000، كان في الدوري بتاع كمان اتمرنتوا مع 2000 اكبر منكم. اكبر مننا برضو، كان في الدوري برضو الحمد لله كسبناه. احنا بادئين فرقه عدد من بدري قوي، من الفيرست تيم. لعبنا كاس مصر برضو، بعد كده نزلنا على 2000، بعد كده دلوقتي 2003. حلو، والحمد لله خدناه. وفي الدوري بقى بتاع عمومي. انت عارف يمكن اللي قواكم اكتر ان انتوا اتمرنتوا الاداء اللي فات مع الاكبر منكم. بالظبط، يعني احنا لما لعبتوا مع سنكم بقى الموضوع عادي. بالظبط. طب خلينا كريم اكلمك عن البطوله، يمكن كانت ماشيه ازاي، يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين لعبتوا ايه الاول وبعد كده فين وبعد كده فين، يعني مشيل البطوله كده ماتش ماتش. هو زي ما علي قال ان احنا كنا يعني السنه اللي فاتت ربنا ما كتبناش المكسب، فاحنا كنا من السنه اللي فاتت واحنا بنفكر كل يوم في البطوله دي ان احنا لا لازم نرجع تاني، لان احنا كنا زي ما كان قال ان احنا بقالنا 3 سنين بناخدها.
فبدأنا الحمد لله بداية قوية. يعني احنا الدور الأول نزلنا كسبنا كل الفرق سكورات، يعني حتى المنافسين بتوعنا هيليوبلس والشمس كانوا في المجموعة معاك. لا هو الدوري دوري من دورين، يعني كل البطولة الفرق كانت رايح جاي، دورتين مجمعتين يعتبروا مثلا، او بتلعب رايح مش دورتين مجمعتين، بتلعب دورين وبعد كده بياخدوا الأول. صح؟ نقطة. مين بقى اللي كان معاكوا بيلعب معاكوا؟ لا هو كلنا بنلعب بعض، مش متقسمه مجموعتين، خمس ست فرق. انا فاهم. مين بقى الفرق؟ هليوبلس وشمس هم اللي بينافسونا يعني. اهلي، هليوبلس، شمس، معادي، جزيره، معادي، جزيره، والصيد. والصيد يعني ست فرق. لعبتوا 10 ماتشات بالظبط، صح كده؟ طيب ال 10 كسبناهم ولا لم نوفق في ماتش من الماتشات؟ الدور الثاني انا كنت لسه بقول لحضرتك ان احنا بدانا بدايه قويه، كسبنا الخمسه الاولانيين. يعني حتى اقرب المنافسين لينا هليوبلس وشمس الاثنين كسبناهم فرق 4 كتير. فلما الدور الثاني برضه الحمد لله كسبنا كل، يعني كل الماتشات ما عدا برضه الماتشين دول، كنا احنا في اخر البطوله خلاص يعني شبه حسمنا الدوري. ما فيش مشكله، المهم في التوتال انت خدت البطوله. ده اللي يهم. مش بالقطع هي. انتوا في الدور الثاني بقى خسرتوا من هليوبلس؟ خسرنا، احنا كسبناهم الدور الاول عندنا فرق 4، لما لعبناهم هناك خسرنا منهم فرق 2 وتعادلنا مع الشمس بس. فبالنقط احنا ابطال الدوري. يعني وحتى لو كان لا قدر الله مثلا تعادلنا في النقط برضه فرق مواجهات مباشره احنا كسبانينهم فرق اكتر. طب مين التاني اللي بعدوك خد هليوبلس؟ هليوبلس الشمس التالت. صح، عشان هي يمكن هليوبلس كسبتكم انما الشمس اتعادلت معاكم، يعني فوز يعني مجمل بينكم انتوا الثلاثه كده، الاهلي، هليوبلس، الشمس. والمواجهات ما بينهم بقى يعني هم الشمس كسبت هليوبلس دور اول، هليوبلس كسبت دور ثاني فرق اكتر. الشمس وقعت ماتش مع الجزيره تعادلوا فده عطلها. بالظبط. طيب اصعب ماتش يعني في العشر اللي احنا لعبناهم، اصعب ماتش وكان حماسي وعصبي، بتهيألي هو الدور الاول، بتهيألي هما ماتشات، بتهيألي انا اعرف اصعب ماتش والاكتر ماتش انتوا حسيتوا ان هو كان هو ده عنق الزجاجه. يعني يمكن ماتش الشمس الدور الاول، لان احنا كنا داخلين حاطين عيننا هليوبلس يعني هم اصحاب البطوله، لكن الشمس كانت كويسه مستعده. وهو الجيل ده هو اللي بيلعب عمومي، وكانوا فازوا مركز ثالث في الكاس كويسين. فنازلين لا لازم عاملين لهم حساب، لكن الحمد لله قدرنا نكسب فرق يعني. طب الهليوبلس والشمس عملوا ايه في الدور الاول؟ الشمس كسبت هليوبلس على ارضها. فعشان كده انتوا ماتشكم مع الشمس كان هو يعتبر في الدور الاول. انا بستحضر الموقف اللي انتوا كنتوا فيه ماتش الشمس، كان هو اللي هيحدد بين المتصدر. برافو عليك، صح. فعشان كده ده ياكد كلام علي انه انتوا فعلا ماتش الشمس بتاع الدور الاول لو انت كسبته اللي وانت كنت، طب انت كنت لاعب هليوبلس قبل الشمس؟ وكنت كسبها بالظبط. انا فهمت ليه كان الماتش ده، انت خلاص كسبت هليوبلس والشمس كسب هليوبلس، فانت داخل على الشمس مين اللي هيبقى الاول؟ هو ده الماتش اللي خلانا نخش الدور الثاني مرتاحين. لا ده انتوا مرتاحين قوي بالظبط. هو ده يعني هو زي ما بقول لحضرتك البدايه يعني القويه هي اللي خلتنا في الاخر يعني الحسابات صعبه ان احنا ان شاء الله يعني الدوري يضيع مننا. طيب هنقول ماتش الشمس الاولاني خلص قد ايه؟ 12-8 فرق 4. وبرضو انتوا ما خسرتوش منهم في الدور الثاني، انتوا تعادلتوا. تعادلنا. فده يدل ان انت ماتش هليوبلس اللي انت خسرته الدور الثاني ده ممكن يكون بدلك بالظبط. هو يعني هو الفكره ان احنا كنا نازلين، احنا كنا كسبنا الماتش ده كان خلاص احنا الدوري ليدنج في الاول. فكنا نازلين طبعا هليوبلس بنلعبهم على ارضهم، فنازلين واخدين حماس بزياده. واللي هو لا احنا هنخلص البطوله النهارده، فده جايب اثر اثر عكسي. بالظبط، شدته بزياده. بس احنا كنا ليدنج برضو في الاول، يعني احنا اصلا كنا لحد الكورت الثاني 4-1 لينا. فالظاهر يعني خلاص بقى الناس هديت شويه، اللي خلاص بقى الدوري الدوري بتاعنا. يعني هو ليه ظروف خاصه، انتوا داخلين اوفر يعني بريشرايزد عن الماتشات العاديه عشان تخلصوا، وفي نفس الوقت راح جاي تقدمته فحصل ريلاكس يعني ضربت خلاط حلو كده اثناء الماتش. فطبعا ده كان، بس ده اللي وقعوا الحقيقه تبان مع الشمس، لان هي في اقوى فريق يعتبر في اللي هم اللي كانوا يعني اقوى فرقه كانوا اجهز. هو دايما المنافسه بين احنا هو هليوبلس والشمس. طيب خلينا نتكلم عن مراكزكم، انت جول كيبر صح؟ انت يعني كلمني عن تاريخك بقى مع النادي الاهلي، بدات امتى وايه اللي خلاك تلعب ووتر بول، وايه اللي خلاك تلعب جول كيبر، لانه مش اي حد ينفع يلعب جول كيبر. انا بدات ووتر بول من 8 سنين تقريبا ما شاء الله. كانت مامتي شافت اعلان في النادي عن الاكاديميه ووتر بولو، فدخلتها لي يعني بنيه ان انا اتمرن بس في الصيف كده، ان انا يعني انت بديت ووتر بولو على طول؟ ما بديتش سباح الاول؟ ما كنتش سباح. لا خلي بالك انت اول واحد اشوفه كده يعني. لا. كل ووتر بولو كانوا سباحه يعني الاول، ما بقول حاجه كورس سباحه. هو يعني مامتي شافت اعلان الاكاديميه، فبحس ان انا اتمرن بس في الصيف وانا في الاجازه. فاتمرنت بعد كده في مدرب شافني في الجزيره ولا مدينه نصر؟ كنا في اي جزيره. جزيره تمام.
في مدرب اسمه كابتن شريف شافني، فهو تقريبا حاسس ان انا اطرافي طويله شويه، فجي قال لي اعمل مقص كده مقص كده بتاع. فبعد كده قال كان ساعتها كابتن عمرو ممدوح مدرب حراس المرمى، قال له لا ده يبقى جون وكده. اه طب لا استنى، انت كنت بدات تلعب ووتر بولو ولعبت ووتر بولو على طول، طب ازاي كنت بتعرف تعوم؟ لا انا كنت بعرف اعوم يعني، انا كنت متعلم السباحه لكن مش في فرقه السباحه، اتعلمت السباحه بعد كده خلاص. بس دي على فكره دي انا شايف دي بصراحه صعبه. انت لعبت سباحه الاول صح؟ اه يعني شوية. لعبت كذا حاجه يعني قصدي اقول لك انه ان انت اول حد يجي لي من الووتر بولو والمسافات الطويله، المسافات الطويله بيبقى بادئ قصير وبعد كده يقلبوه طويل. ووتر بولو يلعب يكون بدا ووتر بولو لا ومش كده وبدا جون. انا كنت في الاول لعيب بس بعد كده المدرب خلاني الجون، وبعد كده بقى الحمد لله دخلنا الفرقه ومع الفرق الاكبر مننا ما شاء الله. بعد كده الحمد لله مع منتخب مصر ال 16 سنه رحت مع منتخب مصر. اه خدنا بطوله افريقيا. اه خدنا بطوله افريقيا هنا لعبناها هنا ما شاء الله والحمد لله. اخدت احسن حارس مرمى في ثلاث بطولات. لا مش في افريقيا بس يعني كذا مره في بطوله كاس مصر والدوري ثلاث مرات اخدت الحمد لله حارس مرمى. تلعب على الفريق الاول؟ اه بتشارك بانتظام وكده ولا لسه ما خدتش فرصه؟ لسه ما يعني مش انا الحارس الاول يعني بس بشارك معاهم الحمد لله. مش مشكله المهم بتشارك بس هتيجي. انتوا كام حارس في الدرجه الاولى بيطلعوا؟ احنا اربع حراس. طب بيتسجلوا كام في سكور شيت في الماتش؟ اثنين ولا؟ اثنين بس. اثنين اه بس انتوا اربعه في الدرجه الاولى. طب نفس الكلام يا علي، ليه ووتر بولو ابتديت ازاي؟ هو انا ابتديت سباحه عادي. ايوه الجزيره ولا مدينه مصر؟ لا في الجزيره. تمام. بس يعني مش بعلق ميداليات او كده بس كويس. اه بس كان لازم فلا يعني فكان لازم يعني والدي ووالدتي قرروا لا احنا نشوف له حاجه ثانيه ممكن يبقى مميز فيها. فلعبت هاند بول. ايه ده؟ هاند بول بس هم زي شكل بعض. هي دي البدايه. اه هاند بول على الارض. الفكره ان انا كنت يعني طلعت اشول بقى. انا كنت اعرف انت اشول كمان. انت وينج صح؟ انت وينج الشمال بقى. وينج يمين ولا شمال؟ لا يمين. يمين عشان يمين بيلعب شمال عشان تلعب لجوه صح؟ تمام. بس فلعبت هاند بول زي الهاند بول. لعبت هاند بول وسباحه فتره. فالهاند بول كانت يعني لما دخلت الفرقه دخلت الاكاديميه اللي هي المتميزه كانت في مدينه نصر بقى. الاكاديميه المتميزه فين؟ في الهاند بول؟ اه تمام. عشان اشول هم كانوا بياخدوا الاشول والطويل. اه كان فيها كده من بره الكاس يا باشا. الاشول ده عمله نادره في اليد. نزل اشوطها. بس ف ودخلت الفرقه بس الفرقه طبعا كانت يعني معموله بقى لها 3 4 سنين. انت داخل صغير. فانا داخل في حاجات كتيره ناقصاني. اتفرمت. بالظبط. فلا ما هم برضو مش مبسوطين. مش ده اللي احنا شايفينك فيه بالظبط. وطبعا يعني ساكن جنب اهل الجزيره وبضرب المشوار كل يوم لمدينه نصر. وفي سباحه في اهل الجزيره. حاسوا ان انت مش بالظبط. مين اللي قالك بقى خش ووتر بولو؟ هو انا اخويا الكبير كان بيلعب ووتر بولو. حلو. طب ما كويس. اه فهم يعني انا ما كنتش بحبها خالص اللي هو لا ادي ووتر بولو وعنيفه. بالظبط. فيعني نزلت جربت. انا بلعب هاند بول وسباحه ميكس. انا بالظبط يعني هي بالظبط بتفصل عليك. نزلت حتى حبيتها بقى لما لعبت. اه جدا. بالرغم العنف اللي فيها يعني انت. في الهاند بول بيقولوا عليها عنيفه وبتتلعب على الارض. هو اللي بيحصل في الهاند بول هو اللي بيحصل بس في الميه. بالظبط. وانت عايز فالدنيا صعبه. اه صح. انت حبيتها. اه يعني وقعدت فتره يعني بلعب هاند بول ووتر بولو والسباحه بنزل بطولات لحد ما لا جت فتره. ده انت كنت بص ما اه كنت بدا كل اليوم كله تمرين. فلا جت فتره لا لازم نحدد. طب بسم الله الله اكبر. انا وهو كنت طب برضه احنا الاثنين. طب اصلعين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ده انا قاعد معايا دكاتره. يا جماعه بسم الله شو يعني بس عايز اوريكم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني منتخبات مصر ووتر بولو وطب مفيش حاجه مستحيله. وعلي بيقول لي كنت بلعب ثلاث العاب عشان لما يجي لي حد يقول لي اصل الرياضه بتعطلني على المذاكره انا مش هصدقه. انا مش هصدقه ودي حجه. عمر ما الرياضه يعني يعني احنا انت في سنه كام دلوقتي يا كابتن؟ في ثانيه. طب ما شاء الله. لا هو يعني الرياضه بالعكس بتشجعنا على المذاكره كمان لان في ساعات في ناس من كتر القعده في البيت انا خلاص مش عارف اذاكر مخنوق. انما انا طول ما انا يعني بنزل كل يوم التمرين بفصل مثلا انا عندي تمرين الساعه 9 فانا لازم اخلص مذاكره دي قبل ما انزل. انما لو اليوم كله انا قاعد ماليش حاجه ممكن اقعد اجل شويه. لا خلاص ما اليوم طويل. انما طول ما انا مستعجل ورايا تمرين ورايا ماتش دايما يعني ببقى بخلص اسرع. الله ينور عليك. وانت نفس الكلام عليك. اه بالظبط. يعني الاثنين يعني لازم يمشوا في اتجاه واحد اللي هو انا ما ينفعش اهتم بدي قوي. بالظبط. واهتم بدي لا لازم ادي دي حجمها ودي حجمها. طب انت ثانويه عامه كنت يعني ناشونال ولا امريكان؟ لا كنت اي جي.
ايوه اصعب كمان. انت كمان خدت الطريقه اصعب وانت نفس المدرسه برضه. احنا نفس الطريق. والله برافو عليكم يا اولاد، والله برافو عليكم بجد، يعني برافو عليكم. يعني خلي بالكم ده انا على فكره انا مهندس برضو، يعني دخلت في القصه دي وشفت المعمعه دي. بس انتوا الوقت ده صعب، يعني انت ما شاء الله عليك تلعب ثلاث العاب وانت كمان تلعب يعني جون وتغير العابك وتروح وتشارك بالتمرين ومنتخبات وتخش طب، لا دي حاجه الله اكبر. طب انتوا عندكم فريق جامعه ولا مفيش؟ المفروض يعملوا لو ما عندهمش يعملوا، يعني انتوا الاثنين موجودين. في حد تاني معاكم؟ معانا في جامعه القاهره محمد وليد عزت بس. لا بتكلم طب. لا طب انا دوري الكليات الاول بعد كده دوري الجامعه. ما عملوش دوري الكليات، هم عملوا دوري الجامعه. هو مفيش غنى وعلي في الكليه تقريبا. طيب وبقيه طب وبقيه الجامعه في فرقه معاكم كتير؟ في محمد وليد عزت في جامعه القاهره برضو معانا، ومحمد الخولي ما شاء الله. لعبتوا ماتشات في الجامعه ولا ما لعبتوش؟ لعبنا بس يعني ما كسبناش البطوله. مش مهم، المهم شاركتوا. دي كانت مهمه جدا نرجع تاني دور الجامعات. وبس انا يعني انا بحييكم وبهنيكم بصراحه ما شاء الله. واكيد يعني اسركم تعبوا معاكم جدا جدا. طيب انا لازم اروح للاسره، لان طبعا ما يبقاش معايا ناس ناجحه كده رياضيا واكاديميا يعني الا لما اسالهم. يعني هبتدي معاك يا علي، يعني دور والدك والدتك ايه؟ كانوا معاك في المشوار ده؟ يعني طبعا تعبوا معايا جدا من ساعه مثلا من كل حاجه، اللي هو ما بيوصلوني مدينه نصر يلا ارجع عشان عندنا تمرين فجر في الجزيره، يصحوا معايا يودوني سباحه. فلا مين اكتر تعب معاك، بابا ولا ماما؟ لا الاثنين بجد الصراحه والله. واخويا كمان تعب، الثلاثه تعبوا معايا. دايما لما بيجي معايا الولاد كانوا بيقولوا لا ده ماما اللي بتتعب، يجوا البنات يقول لك لا ده بابا اللي بيتعب. البنت حبيبه باباها، والابن بيبقى دايما شايف مامته يعني اعظم. حتى انت بالنسبه لك كريم؟ لا انا بابايا ومامتي بصراحه كانوا فين معايا دايما، وبالذات بابايا بصراحه. يعني هو كان دايما كل التمارين بيوصلني ويقعد يتفرج. يعني حتى معروف في النادي عندنا ان هو خلاص هو قاعد بيتفرج على التمرين والماتشات، فهو بقى يفهم كره ميه من كتر ما هو تتفرج يعني. طبعا 8 سنين فرجه بقى بيناقشوا ودايما كان يقول لي اللي هو يعني لازم ابقى ماسك العصايه من النص، يقول لي ما حد التمرين. حد من والدك ووالدتك دكاتره؟ لا بابايا ظابط مهندس، ومامتي لا مش دكتوره. انا الوحيد في العيله اللي دكتور اصلا. وانت نفس الكلام؟ نفس الكلام، والدي مهندس ومامتي محاسبه. دخلت طب؟ يعني دخلته حتى مشوار صعب، لان هو لما بيكون في حد في العيله طب بيساعدك. دي مشكله فعلا، ما بنلاقيش حد في العيله خالص. يا طب خلينا نتكلم كده يومك، عشان برضو الساده مش خلي بالك. انت دلوقتي بتتفرج عليا او يعني معايا، في ناس بيتفرجوا علينا اطفال صغيرين وشايفينكم دلوقتي وهياخدوكم مثل اعلى ان شاء الله. خلينا نتكلم عن يومك مثلا يا علي. تصحى من النوم الساعه كام؟ بتروح جامعتك امتى؟ بتروح تتمرن امتى؟ احكي لي يومك كده من اول ما تصحى لغايه ما ترجع تنام. يعني هو ساعات بيبقى فيه مثلا، يعني اول حاجه الصبح، ساعات بيبقى فيه تمارين الصبح 6 مثلا 7 الصبح. يا ساتر. بعد كده بيبقى فيه يعني ممكن لو في كليه بروح وكده، وبرجع انام مثلا شويه او اتغدى او انام واصحى اذاكر شويه. بعد كده التمرين بيبقى على حسب 7 او 9 بس، وهكذا بقى. ترجع من التمرين لو في وقت يذاكر مفيش تنام بالظبط السايكل دي. وطبعا اوقات الاوف ومفيش حاجه اسمها ان انا انا مش هذاكر النهارده، انا مفيش حاجه اسمها في انا خلصت مذاكره دي. وانا خلصت بالظبط. فانا كل يوم بذاكر، ما ينفعش مفيش يوم. يوم الاجازه ده انا مش هخرج مثلا، انا هقعد اذاكر برده عشان اعوض. انت حارم نفسك حتى من خروجاتك مع اصحابك، لان انت في وقت بيضيع مع التمرين. فانت اليوم الاوف اللي بتاخده من التمرين لازم اقعده 24 ساعه في البيت بذاكر. اكيد يا كريم نفس الكلام. هو مفيش وقت، يعني مش عشان خاطر انا عايز احرم نفسي او انا مش عايز اخرج او كده، بس هو مفيش وقت. وكمان بيبقى فيه يعني اوقات يعني الاولويه لحاجه معينه، يعني مثلا وقت البطوله خلاص مش مشكله، يعني اجي على الجامعه شويه. وفي دلوقتي كمان بعد الكورونا بقى فيه كل حاجه اونلاين، فخلاص مفيش حاجه اسمها بقى ليكتشر تفوتني بقى ممكن ما اشوفهاش. لا عادي موجوده اونلاين، ممكن ادخل اشوفها في اي وقت وكده. نفس الكلام مثلا لو في فتره لا وفي امتحانات، عندي امتحان بكره خلاص مش مشكله، ممكن النهارده استاذن من التمرين لو البطوله مش قريبه او كده. تقيمها بالظبط يعني. ايه اولويات؟ ايه بالظبط؟ انا لسه البني ادم الناجح اللي بيرتب اولوياته صح. انا من وجهه نظري كده بالظبط. البني ادم الناجح وبقولها يعني، وانا رتب اولوياتك صح. لو رتبت اولوياتك الحياه كلها هي ترتيب اولويات، ولما تعمل حاجه منهم تعملها باخلاص عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. طيب هتكلم على دور كابتن وائل عزت وكابتن وليد عزت وكابتن وصفي، لان الثلاثه الحقيقه يعني عاملين جهد جبار ومتابعين كل صغيره وكبيره في القطاع. ايه ابرز التوجيهات اللي بيديها لك مثلا كابتن وائل، كابتن وليد، كابتن وصفي؟ ايه اللي دايما بتحس ان هم بيشتغلوا عليك فيه ودايما بيوجهوك فيها كده؟ كابتن وصفي دايما يعني هو اصلا كان معانا من سنتين كمان، هو كان ماسك الفرقه. ف
فهو احنا خلاص خدنا على هو حافظنا يعني. طبعا كنت اقول لك كابتن وليد برده يعني حافظين كل كبير وصغير في النادي. دي امبريلا. يعني هو كلنا خلاص بقى لنا فتره طويله شغالين مع بعض. فهو خلاص كده يعني كل التوجيهات متكرره ان احنا خلاص نفس نفس العناصر هم اللي بيطلعوا 2000 هم اللي بيطلعوا 2000 هم اللي بيطلعوا الفيرست تيم نفس فتره الاعداد بنفس التمرين صبح وبالليل. فهو خلاص يعني الدنيا دلوقتي بيعيد نفسه. طب انت حاسس ان انت محظوظ تطلع في الاهلي؟ اكيد طبعا. يعني حاسس ان انت ان دي نعمه فعلا يعني. انا ليه بقول كده؟ عشان نشوف او الناس تشوف رد فعل اللي تربوا جوه النادي الاهلي. شايف ان دي نعمه ان انت فيها؟ اكيد طبعا. وبتفرق كمان يعني. انا بحسها لما مثلا اجي بكون في مكان اعرف نفسي لعبة البولو بتلعب فين في الاهلي فالنظره بتختلف. طبعا اكيد طبعا طبعا طبعا. برافو عليك. ودي حاجه كويسه. نفس الكلام عليك. حاسس ان انت بتلعب في النادي الاهلي دي حاجه فاليو كبيره؟ طبعا يعني حاجه كبيره ليا طبعا. يعني من وانا صغير انا متربي في النادي فاللي هو بيتي التاني بالظبط. صحيح. عايز تتخصص ايه في طب؟ والله لسه بدري يعني بس يعني يعني ايه اللي انت بتحبه؟ انا الصراحه انا بحب الرياضه عامه يعني. عظام. ممكن يعني بس ده دلوقتي يعني. دلوقتي ممكن بعد كده لما صغيره لسه الكارير. ما هو عشان لسه احنا دلوقتي في السنتين ونص اللي هم الاكاديميك لما ندخل بقى في الكلينيكال ممكن اشوف ممكن اشوف بقى هي ايه المواد اللي ممكن احبها اكتر يعني. بس مش عارف احدد بصراحه ان شاء الله. لا لسه العمر ليكوا تحددوا براحتكوا. طب علي اجي لك. ليك امال وطموحات. خلينا نتكلم في اللعب الاول. خلاص اكاديميك احنا عارفين دخلتوا السكه الطب ان شاء الله 7 سنين 6 سنين وسنه امتياز ربنا معاكوا ويعينكوا. هنتكلم عن الرياضه. امالك وطموحاتك عايز تحقق ايه؟ والله يعني احنا تركيزنا دلوقتي او تركيزنا كمان احنا والفرقه كلها الفيرست تيم ان احنا ان شاء الله دوري. نفوز بالدوري ان شاء الله. بدات وان انا اشارك يعني بنسبه كبيره في كام واحد اشول في الفريق الاول؟ هو انا بس. بسم الله الله اكبر ما شاء الله. فانت كده اكيد بيعتمد عليك بالظبط. لازم ابقى مركز كمان اكتر بزياده. يعني ما فيش حد اشول يعني. انت لما بتطلع الملعب بينزل حد يلعب وينج يمين بايده اليمين بالظبط فبتبقى اصعب. انت الدفاع كمان عليك بايدك الشمال بيكون اصعب الدفاع صح؟ ولا هي في المي في في مش انا بقف على واحد ايمن فهي بتبقى مش ما بتبقاش فرقه كتير مش بتبقاش فرقه كتير لان هو اللي بتبقى اصعب على اللي بيلعب بيمينه لان هو اللي بيلعب بيمينه هو ممكن لا هيضطر يرفع شماله فبتبقى اصعب. هسألك في حاجه علي ويمكن دي حاجه شائكه شويه ناس كتير جدا بتتكلم فيها. انت في طب هل لو جات لك فرصه منحه خارجيه في امريكا وتدرس طب برضه بره والكلام ده او في انجلترا هل ده بيحصل في ووتر بول الاول؟ لا ما بيحصلش يعني مش خالص ونادرا ما حد يحترف ووتر بولو. حد الاحتراف في الووتر بولو مش كتير. انا يعني فاكر زمان ايام جورج موريس واللعيبه دي طبعا طلعوا لعبوا في اوبروس. في لعيبه كتير جدا كانت بتلعب في اوبروس. يعني احنا الفتره دي الجيل ده يعني ما فيش لان انتوا ما بتشاركوش بانتظام عالميا. يعني بطولات العالم دلوقتي بتبقى الناشئين بس وكمان يعني ما بقناش نشارك فيها كتير يعني. هو اخر كاس عالم اللي انا يعني لعبته كبار ما بيشاركوش 2021 بس ما فيش كبار بيشاركوا. لا ده دلوقتي كمان حتى الصغيرين ما بقوش يعني. السنه دي في كاس عالم بتاعنا 20 سنه بس للاسف منتخب مصر مش مشارك فيه. افريقيا احنا فيها ايه وضعنا؟ لا هو ما بيعملوش بطولات افريقيا. هو في كان يعني اللي بيحصل قبل كده بتتاهل ازاي؟ ان هم بيعملوا تصفيات مش بطوله بيعملوا تصفيات افريقيا والفرقتين بيتاهلوا بقى لكاس العالم اللي هم في الغالب بيكونوا مصر وجنوب افريقيا. ساعه 2019 يعني عملوا بقى منتخب 16 سنه اللي هو منتخبنا قالوا هنعمل بطوله افريقيا لاول مره وتبقى بطوله بميداليات بجوائز وكل الكلام ده. وكانت عندنا اتلعبت هنا في مصر في الاستاد كسبناها الحمد لله. ورحنا بطولة عالم وعملنا ايه في بطولة العالم تفتكر؟ لا ساعتها ما رحناش. عملوا بطولة بس ما رحناش بطولة عالم. ما رحناش للكاس عالم. فيمكن ووتر بولو انتم مظلومين شوية في حتة ان ما فيش بطولات عالم. ما فيش مشاركة دولية كتير يعني. هو طب عربي. طب في نشاط عربي؟ بلاش بطولة عربية. بلاش بطولة أفريقية ولا بطولة عربية اتلعبت بس يعني السن الأصغر مننا السنة دي. طب على المستوى المنتخب الكبير؟ لا ما فيش. بيحاولوا يعني كان بيحاولوا يرجعوا ما كملتش تقريبا كده. طيب يعني انتوا من حكم بتاع اللي بتشوفوا ايه ابرز جنوب افريقيا في افريقيا العرب مين في احسن فرقه عندنا فيها او الناس اللي ممكن تنافسنا او الدول ممكن تنافسنا؟ ما تعرفش صح لان ما فيش دوله بطوله عالم دوليه. هو يعني في افريقيا جنوب افريقيا وزيمبابوي الكويت ممكن شويه يعني. واتلعب عندهم كاس عالم من كام سنه 2019 فابتدوا يركزوا على اللعبه شويه. طالما لعب كاس عالم يبقى هم عندهم بيركزوا في اللعب. طيب خلينا نتكلم عن الاعداد بطوله يعني خلاص احنا وقتنا قرب بس عايز اعرف بطوله الدوري هتتلعب امتى؟ شهر 3 ان شاء الله. يعني شهر 3 خلاص احنا على الابواب. بالظبط يعني هتلعب قبل رمضان ان شاء الله. كمان شهر تقريبا. هيبقى نظامها ازاي؟ لا لسه اللائحه بتنزل قبل يعني. في نظام جديد السنه دي بس ايه بقى؟ يعني
كذا بلاي اوف وماتشات كتير يعني ده اللي احنا فاهمينه ان هيبقى في ماتشات كتير قوي اللي هتتلعب، بس لسه ما فيش حاجه اللي هو ده اللي خلاص هو لما نقرب شويه اللائحه والجدول هينزل ان شاء الله. طيب المنافسون في الفريق الاول في الدوري، دي البطوله الاهم اللي فاضله اكيد. هليوبلس والجزيره شمس اخبارهم جيل 2003 اللي بيلعب طلعوا هم دول برضو داخلين في المنافسه بس هم دا يعني دايما الاقرب هليوبلس والجزيره، بس السنه اللي يعني في الكاس السنه دي الشمس هم اللي خدوا ثالث كمان يعني كده انت عندك في بس هم اقواهم هيبقى هليوبلس والجزيره والشمس. الجزيره لو في يعني لو في قوتها يبقى هم بالذات الجزيره ان هم اصحاب الدوري السنه اللي فاتت. طب يعني شايفين السنه دي الدنيا ايه ان شاء الله؟ ممكن نعمل حاجه يعني باذن الله. ان شاء الله يعني احنا شغالين بتمارين كتيره جدا طبعا، يعني كابتن ايد يعني تعبان معانا اول فتره دي، وشغالين صبح وبالليل في الاجازه دي كنا شغالين صبح وبالليل وكل حاجه، بس وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله تكسبوا. خلي بالك ان شاء الله انا زي يعني ان شاء الله يعني انتوا كجيل 2003 زي الفل، لما انضم عليكم الكبار ان شاء الله تبقوا زي الفل ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني الحقيقه، يعني انا سعيد بكم جدا. طبعا كريم السجيني او دكتور كريم طبعا بشكرك شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتني يا كريم. مرحبا، وكل التمنيات ليك بالتوفيق والنجاح يا حبيبي. شكرا حبيبي. طبعا علي عماد الدين نجم فريق 2003 والفريق الكبير والاشهر الوحيد في الفريق الاول صح؟ اشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده مع شابين ما شاء الله زي الفل في ووتر بولو، واللي حققوا انجاز كبير وخدوا كاس مصر 2003 وبيستعدوا مع الفريق الاول ان شاء الله لبطوله الدوري العام. كل الدعم لهذا الفريق وكل الدعم للقائمين عليه، بشكركم شكرا جزيلا، والحلقه الجديده من الاقطار.